عايز اذاكر من الكتاب ذاكر من الكتاب، واللي عايز يذاكر من الورق يذاكر من الورق. غريبه جدا ان انا اعمل لك ورق ما تحصلش اصلا. طب رجعت منه ورق ما تشوفش. ما اتكلمتش مني الله من اللي لقيتها واحد رجعت فعلا ده انا كنت واقف على بص صوت تاني منتهى السلم في الدهاء حاجه بقى انا حاجه كبيره جدا تاني صوت جوه مسلمه كده ليه انا برضه يا حتى لسه ما خدش البرع المايكرو عن فورما كمان يا اصل كل ما اجي اعمل امتحان عندنا كويس بارا ولا عندنا ايه بارا فيعني ما توصلش بقى المايكرو كمان بكره 7 ولا 8 فاكس 8 او ممكن اخليها 7 وربع زي ما عملنا النهارده وتيجي برضه متاخر اصل الفكره في حاجه حاجه 7 وربع هيجي طبعا مش عارف 7 والله اقنعتني انا ما برضه اي 7 بس النهارده بس المشكله انت عندي عندي كليه طيب سم الله خلاص كده النهارده لا 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 النهارده ان شاء الله حوالي يعني نقدر وزن 9 كده كده تمام لكن كدايرتك دايرتك شخصيا شخصيا يعني دايرتك ممكن تخلص يعني نديها مثلا ل 9 و 17 طب ممكن مثلا خط نعدي على الكف او ما نعديش على الكف يعني لو لقيتوا كان في صحه هنا في حيل وكلام من نعدي من الكف يعني خيال بالنسبه لكم صح؟ دايرتك بسم الله وبسم الله دايرتكس مديرات البول مديرات البول انت لو انت احتجت كتابك هتحتاج كتابك في اول صفحتين بس ممكن الرسمه دي تغنينا عن كل حاجه بهدوء مطلق عيش معايا اللحظه فيها مين ده يا ابني؟ ده النفرون النفرون ده كانت رسمته ناقصه افرين وافرين لو هترسم ترسم زي ما انا راسم عشان انت بتفهم واحد واسع والتاني ضيق ليه عشان يولد بريشر اللي هو الجلومير ايه بريشر صح يا ولاد حد يتذكر ان اللي كان مسؤول ان يوسع الافرين الفروسا جلاندين واللي يضيق الافرين هو مين الانجيوتنسين معلومات في البدائيه تماما أفكرك إن الكدني عندك هي وظيفتها الرئيسية الريأبزوربشن. الكدني رأس مالها الصوديوم والكالسيوم والحاجات دي كلها. وظيفتها الرئيسية بتطلع كل يوم النفرون، وظيفته الرئيسية إن يرجع الحاجات دي كلها، كل ما يقوله يا جماعة ارجعوا 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 دم البني آدم، مش عايزين إن أنتوا تنزلوا، أنتوا لو نزلتوا هيسحبوا وراكم مية والعيان هيصفى.
فبناء عليه الكيد ماشيه بمبدا لو ديف بروكسون فيتبيول ديسندنج لاين اسندنج لاين اوف لوب اوف هنا ديستال كونفوليوتد بيول كولكتنج رابط الكيد ماشيه بمبدا انجز خلص بدري بتخلص حوالي 65% من الصدم هنا بدري ومعاها اغلى امينو جلايكوزايد اسف الامينو اسيد اغلب الجلوكوز وسكندري للكلام ده كله بيحصل كمان الكالسيوم نفس النسبه تقريبا حوالي 70% او 60% انا عمري ما فهمت ليه سكندري معاها وذ يعني مش لازم سكندري خلاص حلو الكلام انتهينا تقول لي بعد كده في حته هنا صغيره هنسميها سايد 2 في النفرون الصوديوم والهيدروجين يحصل بينهم تبادل برضه نرجع الصوديوم وننزل شويه ايه هيدروجين نيجي للديسندنج لامب اوف لوبوف هينل زي ما انت شايف ما فيهوش خلايا لانه ما فيهوش خلايا يبقى غالبا ما فيهوش ري ابزوربشن والكلام ده اخره بس بيعدي ميه تركيز اليورين عمال يزيد لان انت عمال تعدي بس ايه ميه ثم تفاجئ بالعكس تماما 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 ان هنا في الاسندنج لامب اوف لوبوف هينل انت ما بتعديش ايه ميه لكن بتعدي عندك بامب قويه اسمها الصوديوم بوتاسيوم 2 كلورايد دي مسؤوله عن ري ابزوربشن لحوالي كام 25% من الصوديوم كلورايد وكمان بيحصل نتيجه شغلها كمان ري ابزوربشن لبواقي الكالسيوم تقريبا كمل معايا انت كده تقريبا لو انت بتجمع انت قربت تخلص اغلب الصوديوم هتكمل معايا هتلاقي ان انت عندك الديستال كونفليتيبيول اول جزء منها بيسموه البروكسيمال بارت بيسموه ايه البروكسيمال بارت هذا البروكسيمال بارت على فكره نفس السيناريو ما بيعديش ميه بيعدي بس مين البومب دي لحوالي 10% والله اعلم لو انت بتجمع معايا انا تقريبا خلصت الصوديوم لو اتبقى هيتبقى 3-5% ماكسيمم بكل نسب المودرنجات نيجي بعد كده هنا حضره الناظر مستر الدسترون قاعد في الاخر قاعد هنا بيترقب اللي بيحصل لو وجد ان حضرتك مفوت اي صوديوم يقول له انت رايح فين وجاي منين تعالى لي ويعمل له ايه ري ابزوربشن وينزل مكانه من البوتاسيوم ممكن ينزل ايه هيدروجين في مشكله عند حد يبقى نورمال فيسيولوجي انت كده عارف الدنيا ماشيه ازاي هنا كان في حاجه اسمها كاونتر كارنت مالتيبلاير سيستم وانت فاهم ان انت عندك هنا ميه الميه بس هنا وميه مفيش ميه والكلام ده كله البامب دي كانت الكاونتر كارنت انت عندك هنا بيبقى في هنا بس ميه بس هنا وهنا عندك العكس خالص اللي هو كان مين ملح بس وفي نفس الوقت المظله دي الملح ده عظيم في ايه ان هو مهم ان المظله دي هاي الازمره فبيساعد ان يعمل ري ابزوربشن لمين للميه مع اي ملح عندك اوزموتيك باور فين في المظله مظبوط السؤال بيطرح نفسه عايز اعمل دايوريسيس تقول لي والله يا دكتور انت عندك يا لو انت قللت الصوديوم ري ابزوربشن الصوديوم ينزل في اليورين يسحب وراه ايه ميه منطقي في ناس فكرت تشتغل هنا قال لك هيبقى فيري سترونج والاهم من كده صدقني لو انت بدات تشتغل هنا هيحصل حاله طوارئ في النفرون كله هيعوضه اللي بيحصل فقال لك انسى بقى الكلام ده خلاص ده كلام كويس قال لك لو سمحت يبقى احنا قدامنا غالبا لو جينا نفكر بالمنطق قدامنا هذه البامب كلام منطقي وعملوا حته دايوريتك سموه لوب دايوريتك اقنعني جدا فتوه جدا اسمه فروزي مايد الفتوه بتاعهم هذا الفتوه محتاج يركب مواصله معينه كده كارير موجود هنا اتعود انا عودتك من اول كلمه في السنه كارير في كومبيتيشن مش حاجه تتركب بالساهل ممكن يحصل خناقات واحنا رايحين نركب الكارير ده المهم راكب الكارير تك 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 راح للبامب دي قعد في البامب دي ضرب البامب دي ضرب البامب بقى عندك صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد مش هيحصل لهم ري ابزوربشن قاموا نازلين فين؟ في اليورين فانت متوقع في منتهى البراءه اللي في الدنيا ان هم هينزلوا وراهم الايه الميه والدنيا في سلام وامان ده في حاله ان ده كان قرطاس وده مش قرطاس الالدوسترون ساعات لما هيشوف ان في صوديوم نازل
هياخد القرار. انت عندك هنا في سنسور رهيب اسمه الماكيولا يا اولاد. لينس ماكيولا لينس دي اول ما تشم خبر ان في صوديوم اكتر من الطبيعي جاي جرس انذار في الكدني الحقه ده في دهب نازل اللي هو مين صوديوم. اطلع يا اولاد السرون اصحى وفوق ابدا بعمل ايه ابدا نزل لي الجو ده كله. اسمعني انا عايز بس اكمل. ادي اللوب اول فكره اللي هو كان مين اللوب. اللوب كان فاكر الدنيا سهله ان هو هينزل الصوديوم فقوم الصوديوم ينزل. لا هو هيعمل كده ان الصوديوم هيزيد. مين اللي هينشط عليه قوي؟ الالدوستيرون. لما الالدوستيرون بينشط الالدوستيرون بيعمل ايه؟ هيحاول يرجع الصوديوم على قد ما يقدر. مش هيرجع كل الصوديوم ولا مش هنشتغل صح ولا لا. هيرجع اكبر كميه منين؟ من الصوديوم. بس وقع مين؟ بوتاسيوم وهيدروجين. بوتاسيوم ومين؟ وهيدروجين. عيان الليبر زعلان منك الوقت وافتكر اشرحها لك. عيان الليبر زعلان من انت وقعت هيدروجين افتكر اقولها لك. وقعت بوتاسيوم. طب تعالى نشوف. طبعا هيتبقى شويه ايه؟ صوديوم صح؟ هينزلوا يسحبوا وراهم ايه؟ ميه. تعالى نعيش انا وانت بقى اللحظه. الثيابايد واحد قال انا هلعب على البومب دي. قلت له انهي بومب؟ اللي هي كام في الميه؟ 10% صح؟ دواء اسمه ثيابايد. نفس الفكره يا استاذ. هذا الثيابايد لعب قبل مين؟ قبل الخط. ضرب البومب دي صح؟ لما البومب دي اتضربت بقى فينا صوديوم ايه؟ كتير. جرس الانذار ضرب. مين اللي طلع؟ الدستيرون. انتوا رايحين فين وانا مش موجود؟ قام حاول يرجع مين؟ الصوديوم. قام موقع مين؟ بوتاسيوم. وموقع مين؟ هيدروجين. يبقى نحط قاعده خطيره ان اي دايوريتك هيشتغل قبل الخط ده وهيستفز الماكيولا دينسا دي متوقع بعنف يكون معاه هايبوكاليميا والكالوزيس صح ولا لا؟ عشان يبقى بالراحه كده على مور حضراتكم هتنزلوا صوديوم كتير هيتم استفزاز مين؟ ماكيولا دينسا. يبقى انت لازم اطلع لك مين على طول بعنف؟ الدستيرون. يحاول يلملم اللي بيحصل بس مش هيقدر على كله. مظبوط ولا لا؟ تمام بالراحه بقى كده. شايف بعض منكم بدا يقترح عليا اقتراح من بعيد قال لي دكتور هو الالدستيرون ده ماله كده بلطجي كده معطلنا شغلنا وعمال يضيع البوتاسيوم. البوتاسيوم ده لما بيقل بيتعب العضلات ممكن يعمل اريتميا وجع قلب. ما دكتور ما تقترح لي اي اقتراح الله يخليك. سمعنا كلامكم وبدانا نطلع دايوريتك. اريتميا لما بيقل هايبوكاليميا يعمل اريست. لو زاد يعمل اريست. الناس اقترحت عليا اقتراح قالت لي بقول لك ايه اتخانق مع الالدوستيرون. قلت لهم ماشي هنبدا نتخانق مع الالدوستيرون. تقول لي استفدت ايه؟ لو انا كدايوريتك وظيفتي الرئيسيه ان انا اتخانق مع الالدوستيرون في المجمل العام هبقى ويك دايوريتك لان هو النورمال اصلا كان بيحصل التبدل كام في الميه اصلا؟ 3% تقريبا صح ولا لا؟ بس الميزه ان انا عملت ايه في البوتاسيوم؟ حافظت عليه صح ولا لا؟ عشان كده الدايوريتك اللي هيلعب على الحته دي ويتخانق مع الالدوستيرون ويوقف عند حده هيعمل هايبر ايه؟ كاليميا. بس قيمتهم العظمى ان هم هيساعدوا مين؟ الثيرويد ومين؟ واللوب. لان كان مين معاكن عليهم؟ الدوستيرون. مظبوط ولا لا؟ الكلام ده يفرق معايا. انا هفهم الدايوريتك من اولها كده الكلام في النص يبقى في منتهى السهوله. بس لو اتفهمت الليله من اول الصفحه دي يبقى كلها يبقى مالي فراغات. تاني انتوا دلوقتي اجمعتوا ان الثيرويد واللوب عمال ننزلوا ملح صح؟ مين بيستفز؟ ماكيولا دينسا. مين عمال يزيد؟ الدوستيرون. الدوستيرون ده بيعمل ايه وظيفته في الطب؟ يرجع الصوديوم على قد ما يقدر ويوقع مين؟ بوتاسيوم وهيدروجين. الناس بدات تتضايق من حكايه البوتاسيوم اللي بيقع فقال لك يبقى الحل توقف مين؟ الدوستيرون. فهمت ولا لا؟ يبقى اللي هيوقف الالدوستيرون هيعمل ايه في البوتاسيوم؟ هيزود الايه؟ البوتاسيوم. عشان توقف الالدوستيرون عندك طريقه من الاثنين يا تبقى راجل جنتل وتكمبيت معاه على ريسبتور يا اما تبقى راجل تقول لي بلا الدوستيرون بلا بتاع مش هو كان في صوديوم بوتاسيوم اكستشينج اروح اقفل الايه؟ التبادل بالعافيه كده قوه واقتدار حاجه اسمها دايركت صوديوم تشانل بلوكر. فاهم دي ولا لا؟ دي الدايوريتك اللي عندك. بس في نقطه في دايوريتك شغال بطريقه ثانيه خالص خالص
بدرجه الفتوانة بقى اللي هو اخذ فكره عارف مرضى الدايبيتس وليه مرضى الدايبيتس عندهم بوليوريا و... عشان جلوكوز صح جلوكوز نفس الفكره انا هدي العيان مانيتول زي الجلوكوز ماده عندها اوزموتيك ايه بار لا حصلها لا ري ابزوربشن ولا اي حاجه في الدنيا تنزل تك 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 عندها هاي اوزموتيك بار عماله تسحب لي فلويد من الخلايا والانترستيشن وتقوم نازله على النفرون طبعا بقى عندك اوزموتيك بار عاليه فانت ضارب اي ري اي ابزوربشن تقوم نازله ولا اي حاجه في الدنيا دي اسمها ايه مانيتول دول انواع الدايوريتك اللي عندك تعال نعمل مقارنه بين الاولانيين اللي هم اللوب والثايرويد واسمح لي اسمي المجموعه الاخيره بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك بوتاسيوم ايه سبيرنج لحظه مين الاقوى في نظرك مين لعب على بومب 25% اللوب مين اللي ضرب الكاونتر كارنت ملتيبلاي سيستم او ضرب الاوزمولاريتي بتاعه المظله اللوب صح ولا لا رقم 2 رقم 2 يلي في القوه مين سايزايد ثم الاضعف مين الدوستيرون صح ولا لا طيب يكون بيركز مع تركيز مطلق في اللي هقوله في الفروق بين الثايرويد واللوب فرق مهم في الرسمه الاولانيه بعدها هدخل معاك في الورق الرسمه الاولانيه تفرق معايا حته في الاستوديو بحته هحكي لك حدوته السايزايد السايزايد الشغل فين يا ولاد هنا صح مظبوط ضرب البومب دي مظبوط فمين بدا يستفز ده بدات تقول لك ده الراجل ده غني ما شاء الله ده عنده صوديوم كتير هنا بدات تفهم الموضوع بطريقه مختلفه لما بدات تفهم ان انت عندك صوديوم هنا هي ترجمه ان انت عندك ما شاء الله جي اف ار عالي ما هو اكيد ما هو انت اللي خليك تحدث صوديوم كتير قوي يبقى معنى كده ان انت عندك ايه رينال بلاد فلو عالي جي اف ار عالي صح يا ولاد لا فتبدا تاخد قرار غبي ان هي تقوم عامله ايه مقلله الرينال بلاد فلو تبدا تقلل الرينال بلاد فلو وتقلل الجي اف ار الماكيولا دنسا بان هي بتبدا تقلل البروستاجلاندين برودكشن خلاص حلو يبقى دي هتبدا تقلل مين الرينال بلاد ايه فلو الفكره بقى في حاجه يسمع حضرتك كمل معاك القصه دي في الفسيولوجي الله يخليك لما الرينا بلاد فلو بيبدا يقل او الجي اف ار يقل يقول لك احنا عايزين نساعده ده الراجل ده غلبان صح ولا لا؟ مظبوط؟ يبقى كون ان الدم اللي جاي للكليه قليل يبقى معنى كده ان احنا الدم عندنا ايه؟ قليل يبدا ككومبنسيشن اول جزء في الكدني يحاول يعمل مساعده يزود الري ابزوربشن بتاع مين؟ الصوديوم والكلورايد و كالسيوم صوديوم وكلورايد ومعاهم ميه انا مش خايف منهم ليه؟ لان كده اللي كده هيحصل لهم ايه؟ دايوريسز مش انا دايوريتك اصلا؟ مش انا دايوريتك؟ فدول انا مش خايف منهم لكن مين اللي قام زايد؟ الكالسيوم يبقى الثايرويد هيحصل معاه الاتي هيقلل مين؟ الرينال بلاد فلو هيقل الجي اف ار كومبنساتوري ميكانيزم من جسمك هيبدا يزيد الري ابزوربشن بتاع الحاجات دي ويحصل هايبر كالسيميا هايبر ايه؟ كالسيميا حلو الكلام حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تعالى بقى للوب اللوب ده فتو فتو حرفيا عمل ايه؟ اولا ضرب البامب دي اسمع 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 البامب دي اللي كان مبني على الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم اصلا فلو البامب دي اتضربت الكالسيوم هينزل هو كمان في اليوريا مبدئيا بس الفكره بقى ان اللوب لما الكدني الماكرودنسا تيجي تاخد تقول لك ده الراجل ده غني ومش عارف ايه وتعمل ولسه هتبدا تعمل نفس الحركه اللوب فاجئ الجميع وهو شخصيا قام رايح يزود اللوكال برودكشن بتاع مين؟ البروستاجلاندين فقام يزود الرينال بلاد ايه؟ فلو فما يحصلش معاه هايبر ايه؟ كالسيميا بالعكس ده هو ضرب مين؟ الكالسيوم فيحصل هايبو كالسيميا اقولها للمره الاخيره يبقى ايه علاقه الثايرويد واللوب بالرينا بلاد فلو الثايرويد هيقلل اللوب هيزود الكالسيوم اخباره ايه في الثايرويد هيحصل هايبر كالسيميا والفروزمايد
هايبو كالسيميا. هشرح من اول خالص لان انا كده خلصت الجزء الصعب في الدايريتك، الباقي كله هيبقى مالي فراغات. ممكن سؤال بالراحه بقى خالص خالص من الاول؟ الكدني بتاعتك اهي، النفر بتاعك موجود اهو، الكدني بتاعتك بتكون مشكوره 65% بيحصلوا ري ابزوربشن هنا، شويه بالتبادل ما بين الصوديوم والهيدروجين، عندك الديسندنج لمب اوف لوبوف هنا، الاسندنج لمب اوف لوبوف هنا، ده كان بيعدي ميه بس، ده بيعدي صوديوم بوتاسيوم كلورايد البامب القويه اللي لما بتشتغل بيشتغل وراها مين؟ الكالسيوم ري ابزوربشن، ده كان اسمه كاونتر كارنت مالتيبلاير سيستم. في عندك حاجه اسمها كورتيكال دايليتنج سيجمنت، سموه كده ليه؟ لان هو نفس امتداد مين؟ الاسندنج لمب اوف لوبوف هنا ما بيعديش ميه، فبالتالي اليورين عمال يتخفف وموجود كده في الكورتكس. كورتيكال دايليتنج مين؟ سيجمنت. ده كان في بامب حوالي 10%. اشكرك انت كده شبه خلصت لي الصوديوم. لو اتبقى عندك صوديوم دي وظيفه مين؟ مستر مين؟ الدوسترون قاعد في اخر النفرون. حضراتكم اقترحتوا افكار للدايوريتك انا معاكم. ناس قالت لي اضرب البامب دي، قلت لكم انتوا اشرار، انتوا هتضربوا بامب قويه صوديوم بوتاسيوم اثنين كلورايد وهتضربوا الكالسيوم وراها، تمام؟ في ناس قالت لي اضرب البامب الصغيره دي الثايرويد، قلت لكم انا معاكم، بس اي مكان ضربت الاثنين في جرس انذار ضرب من هيبدا ينشط. الدوسترون هيقول لك انت مواد الصوديوم ده رايح فين؟ هيقوم طالع يحاول يرجع بس مش هيرجع كله، صح ولا لا؟ فهيقوم راجع مين؟ هيقوم مرجع شويه بس وقع مين؟ وقع مين منك؟ بوتاسيوم وهيدروجين، صح ولا لا؟ ده كلام كويس، خلصنا. فانتوا بداتوا تفكروا معايا في دايوريتك وظيفتها الرئيسيه تعمل ايه؟ تعاكس مين؟ يا الاردسترول او تقفل التبادل اللي بيحصل. وحتى هتسموها لي بيني وبينكم بوتاسيوم سبرنج ايه؟ دايوريتك، مظبوط؟ بعد كده بدانا نحسن كده وانتوا ونطلع الفروق بين الثايرويد واللوب. مين اقوى؟ اللوب. مين اضعف نسبيا عنها؟ الثايرويد. الثايرويد لما لعب في البامب هنا وبعد وعدى على الماكيولا دنسا بدات تحس ان الراجل ده غني. قالت لك طيب قلل بقى مين؟ الجي اف ار. الجسم يحاول يرد بكونفنسيشن، يزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم والكلام ده كله، يبقى عنده هايبر كالسيميا، عنده هايبر ايه؟ كالسيميا. لكن جيت بقى تعمل حركه مع الفتوة اللي هو مين؟ اللوب. قال لها انا مش صغير، انا شخصيا بعمل ايه؟ بزود البروسا جلاندين فين؟ في الافنت، فبزود مين؟ الرينا بلاد ايه؟ فلو. وصلت؟ اسال حضرتك سؤال وترد عليا. واحد كليته تعبانه تديله فايبر ولا لوب؟ لوب. مين اللي بيزود الجي اف ار؟ ونبلات لوب. لوب. واحد عنده الكالسيوم كتير وعايز انزله له، اديله لوب ولا سايزايد؟ اديله مين؟ عنده كالسيوم كتير وعايز انزله له، عنده هايبر كالسيميا عايز انزلها له، اديله الفتوه مين؟ لوب، صح ولا لا؟ لكن عنده هايبو كالسيميا سايزايد. وصلت؟ انا كده خلصت ما يعنيني، الباقي كله هيبقى تحصيل حاصل، لم يعد هناك مجال للفهم في دايرتك. خلاص خلاص، والاجزاء الصعبه خلصت، بقيت بكلم الناس فاهمين الفرق بين الثايرويد واللوب، وعارفين قيمه الاضافه الخطيره اللي هيضيفوها هناك، اللي هو للسيطره على هذا الحصان الجمح اللي هو مين؟ الدوستيرون. بالمناسبه السعيد يا اولاد، هو انا عمال اتكلم على البوتاسيوم والبوتاسيوم وناسي الهيدروجين. الهيدروجين ده مين محتاجه؟ مين محتاجه؟ مريض الليفر. عارف ليه؟ تعالى، مريض الليفر في اواخر الليفر في الغيبوبه الكبديه، الباف فيسيولوجي بتاعها ايه؟ ان لما البروتين بيتكسر والعام بياكل البروتينات تبدا تتجمع الامونيا. الامونيا يا ناس يا ذاكره جنرال كانت ترشر امين بتعدي بلود برين ايه؟ تبدا تضرب لك حاجه اسمها الجلوتاميد، تعمل لك غيبوبه كبديه. ما تخافش ما تخافش، جسمك بيتعامل مع الموقف بيحمل لها، يحط عليها مين؟ هيدروجين، عشان يعمل حاجه اسمها الامونيوم اللي هو ان جي اتش في كام؟ 4. ده بيعدي بلاد برين بارير؟ لا، صح ولا لا؟ فبناء عليه، هل بقى عيان الليفر سعيد باللي انت عملته بالثايرويد واللوب بتاعك؟ انت طيرت لهم مين؟ الهيدروجين. يبقى اسمح لي اقول بعلو حسي ان الثايرويد واللوب ممنوعين في الادفانسد ليفر ديز ولا لا؟ لانك انت ممكن تدخله فين؟ في غيبوبه كبديه، لان هو كان محتاج مين؟ كان محتاج مين؟ الهيدروجين. قمت انت تضيعه له. معايا؟ حلو الكلام. السؤال بيطرح نفسه، مش انا كنت بركب كارير يا اولاد؟ كنت بركب ايه؟
كارير اللوب والسايزايد بيركبوا نفس الكارير. خلي بالك خلي بالك، هنركب الكارير هنركب الكارير بتاع الاسيتيك دراج. مشكله الكارير ده ان في واحد بلطجي قاعد هناك اسمه البروبنسيد، مفيش حد ينفع يعدي هو موجود. فلو انت بتاخد دواء اسمه البروبنسيد ابقى قابلني لو الفيضات او اللوب اشتغلوا صح. وسبحان الله ما يلوش الا الغلبان اللي اسمه اليوريك اسيد يشطروا عليه. فلو انت كان عندك نقرس، النقرس هيخرج في اليورين ولا هيقعد في الدم؟ هيقعد في الدم. النقرس اليوريك اسيد بيركب الكارير ده، وانا كفيضايد ولوب بنركب نفس الايه؟ الكارير. يبقى اذا هل تتوقع لو احنا عندنا نقرس ينفع ناخد الادويه دي؟ هتبقى مشكله صح ولا لا؟ انا شبه كده خلصت اللي انا عايزه في الدايوريتك. تعال نروح، يلا تعال نروح لكتابك. السؤال بيجي الدايوريتك في منتهى الخطوره والقوه. الدايوريتك مش شابتر صغير اطلاقا، انا اللي خلاني احطه في حصه لوحده علشان استوعبه كويس. ده هيبقى داخل معايا في الهايبر تنشن، داخل معايا في الهارت فيلير، هو شابتر بقى في نفسه عليه اسئله لوحده. فاهمني ولا لا؟ حد عنده اي مشكله قول. بنرفع الورق دي بس. طيب رحلة نعمين. مش فاهمة هما ازاي بيأفكتوا رينال بلاد فلو، مش فاهمة الاتنين ازاي بيأفكتوا رينال بلاد فلو. انت لما بتعملي استيميليشن لما بتزودي الملح هنا تبدأ الماء جلادنسا سنسور هنا تبدأ تحس ان انت عندك صوديوم كتير، اللي معنى كده عندك رينال بلاد فلو كتير، تبدأ تحاول تعمل لها فازو كونستراكشن. ماشي. تعمل بروستاجلاند. يبقى ده بيسمع الثايلايد. خلاص؟ جيت تعمل بقى يبقى ايه الجي اف ار رينال بلاد فلو؟ جيت تعمل بقى الحركه دي مع مين؟ مع اللوب؟ مع ريكشن. لان اللوب شخصيا بيزود بروستاجلاند اللي فيه. بيكبر بلاد شهر. طيب. نعم. اليوريك اسيد بيركب هنا بينزل في الكارير ده اللي انا بركبه كفيضان عشان اروح شغلي، هنحصل منه خناقه، انا هركب وهو يقع في الدم. فاليوريك اسيد لما يقع في الدم من حيث ما هايبر يوريسيميا تبقى مشكله في النقص. البروبليسيد ده غلس، هو اللي بيغلس عليهم ما يخلوهمش يشتغلوا، هو اللي بيركب الكارير. بالراحه انا دلوقتي عندي موقفين، انا ما عنديش جوت بس خلاص. لو عندي يوريك اسيد عالي، عندي يوريك ايه اسيد عالي وعندي ثايزايد، مين اللي هيركب الكارير؟ ثايزايد. مين يعرف الدم؟ يوريك اسيد. ده قصه. طب انت كنت بتاخد البروبنسيد، البروبنسيد اخباره ايه؟ هو اللي هيركب الكارير. مين يعرف الدم؟ ثايزايد. فمش هيشتغل اصلا. يلا بسم الله ابدا بقى، عيش معايا في لحظه مع العمود الايسر من ورقك اللي هو ايه، او عايز تقعد مع الكتاب براحتك ولا فرق معايا في حاجه، عيش مع حياتك. هو تقريبا انا من اغلى حرف يعني. تمام؟ اللي يريحك من الكتاب واحد من الورق واحد، هما تقريبا واحد. تمام؟ سايزايد دايوريتك، حد يقول لي عايز ايه على السايزايد؟ يلا يا دكتور قول لي شغاله فين يا اولاد؟ اقول لك اول حاجه يبقى انت عندك الفارماكولوجيكال اكشنز في بدايه ساخنه، اول حاجه هم دايوريتك. اول حاجه ماست بي سكريتد فين عشان يشتغل منين؟ من جوه. يبقى هيحصل سكريشن من بروكسيمال كونفليوت تريبيول. مين هيضايقه؟ البروبنسيد، فيعكس الافكت بتاعه. اشتغل فين يا اولاد؟ من الستاند اوف اكشن بتاعه هنا اللي هو الايرلي بارت اوف ديستال كونفليوت تريبيول. ساعات بيدلعوه بيسموه كورتيكال دايليوتنج ايه؟ سيجمنت. مظبوط. ده اللي كان مسؤول عن حوالي كام؟ 10% من الري ابزوربشن. تمام؟ بعد كده تقول ان في بقى جزء منه، اسمع ده في مشكله احنا حطينا فيه. طلع ان الثايزايد واللوب، اسمع، على صله قرابه للاسف مع عيله السلفونامايد. انا بقول للاسف ليه يا اولاد؟ السلفونامايد عيله مشبوهه في الطب، بتعمل اليرجي رهيبه. بس الجانب المشرق بس ان حته السلفونامايد دي لها القدره ان هي تمنع الكربونيك انهيدريز انزايم. هو الكربونيك انهيدريز ده كان بيعمل ايه يا ولاد؟ بيرجع صوديوم وينزل مين؟ هيدروجين. فاحنا ممكن نمنعه شويه.
خلاص. فنزل شويه مين صوديوم، نزل شويه ايه صوديوم، بس دي مش الاكشن الاساسيه. انا الاكشن الاساسيه بتاعت السايزال شغال فين؟ حد يقول لي كورتيكال دايليتنج ايه سيجمنت، اوصف لي مكانه يعني فين الايرلي بارت اوف ديستاكوفيت ايه تيبيول. تمام يلا الحمد لله على السلامه. صوديوم كورايد وصلوا فين؟ الليد بارت اوف ديستاكوفيت تيبيول، حضره النظر قفشهم اللي هو مين؟ الدستيرون صح. لا هيبدا يعمل ايه يا اولاد؟ يقول لهم ايه؟ تعالوا لي. هيحاول بارت مش كله هيحصل ايه؟ بارت منه هيحصل له ري ابزوربشن، بيتبادل مع مين؟ صوديوم البوتاسيوم مني و شويه هيدروجين. المحصله النهائيه شويه صوديوم هربوا ومعاهم الميه بتاعتهم، مظبوط ولا لا؟ النت ريزلت اللي موجود عندكم ايه؟ بقى عندك ميه كتير في اليورين، بقى عندك صوديوم، بقى عندك كلورايد، بقى عندك هيدروجين، بوتاسيوم، زي ما قلت المغنيسيوم بيتبع البوتاسيوم. مين الوحيد وانا فهمتك القصه الطويله اللي مش هينزل؟ الكالسيوم. يبقى في الدم ايه الاخبار؟ ايه اللي في الاخبار في الدم؟ هايبوفوليميا مفيني، هايبوناتريميا، هايبوكلوريميا، الكالوز، هايبوكاليميا، هايبوماجنيزيميا، هايبر كالسيميا. شوف سهله ازاي؟ حلو الكلام. قول لي علق لي ليه هايبوماجنيزيميا؟ لان بيتبع البوتاسيوم. خلاص كلمني بعد كده على مين؟ على الرينال بلاد فلو. وانت فاهم ايه اللي حصل؟ الثيرويد عمل ايه في الرينال بلاد فلو؟ هيقلل الرينال ايه؟ بلاد فلو والجي اف ار. عشان كده ما ينفعش تاخد في الرينال ايه؟ انسفشنسي. ده حتى ابن ما يعرفش يشتغل لو الجي اف ار كان اقل من 20 مللي بير منت. خلاص حلو الكلام. اسمع اسمع، كل ان هو قلل الجي اف ار دي يعني انا ممكن استفيد بيها في حاجه غريبه جدا. انت لما تيجي تشوف الاكشن الثانيه عنوان يجيب لحالك في مخك. انت كنت دايرتك فرحان صح؟ فجاه انت دايرتك انت دايرتك انا ممكن اعملها بقى في مين؟ في عيال الواحد بيجيب في اليورين في اليوم 20 لتر يورين. تسمع حاجه اسمها دايابيتس انسيبيدس، عارفينه؟ ده لو عنده مشكله في مين؟ اي دي اتش. يا اما جسمه ما بيطلعش يا اما النفر مش حاسس. هو لو جسمه ما بيطلعش اديله اي دي اتش بالعقل، لكن المشكله بقى في النوع الصعب ان الجسم بيطلع لكن النفرون مش حاسس، اللي هو عنده انسنسيفيتي مين اي دي اتش. في الحاله دي بقى احنا ممكن نعمل ايه؟ نستفيد من اللقطه اللي فاتت. مش انت بتقلل الجي اف ار؟ يبقى نقوم ايه عاملين المقلب ده، نبعت اشاره للنفرون نقول له ده الراجل ده غني، يا نفرون فوق يا نفرون اصحى. مش النفرون ما كانش حاسس؟ يا نفرون فوق اصحى، ده الراجل ده غني، ده الراجل عمال ينزل صوديوم فين؟ في اليورين. فيقوم النفرون عامل يقلل مين؟ الرينال بلاد فلو صح ولا لا؟ يبقى انت استفدت من حته مين؟ ان قال جي اف ار. يبقى يستعمل كأنتي دورتك فقط في مين؟ في مين؟ دايابيتس انسيبيدس. خليك دقيق من النبي عشان خاطري، نيفروجينيك ايه؟ دايابيتس انسيبيدس. ماشي يا ولاد؟ ده انت ايه؟ دايوري. مفهومه؟ هينزل يورين، هينزل له 5 6 يورين، 5 6 لتر بس مش 20 لتر. فاهمني ولا لا؟ دكتور طب ما كده كده لما هو كان بينزل يورين زي ما هو كان بينزل. نعم. مش هو لما كان بينزل 20 لتر؟ لا مش بتاع عندكم الاي دي اتش، لما يكون مشكله في الاي دي اتش الصوديوم. لا مش بالطريقه دي. لانه ميه وصوديوم. مش بالطريقه دي. انت عندك مشكله ان هو البتاع ما كانتش حاسه بالاي دي اتش. النفر ما كانش بيستجيب للاي دي اتش. ماشي بس يعني عندك الجي اف ار عالي فالصوديوم كتير نازل ما حسيتش ليه 100 وكده. هو فعلا لا انا ما بقدرش ادخل في التفاصيل قوي، لكن فعلا استجابه استجابه قويه جدا للنيتروجين دايبس انسيبيدس. وفعلا من الفيرست لاين في القصه دي. هو النورمال اصلا قد ايه؟ كام النورمال يورين اوت بوت عندكم؟ النورمال يورين اوت بوت قد ايه؟ النورمال قد ايه في الهيومن؟ 30 3 احيانا 2 نورمال يورين او البوت كام؟ كتير 7 لتر؟ لا 10 لتر؟ في لتر 7 ما هو في ما هو شغل قافل الصغيرين من لتر ل 2 لتر. طب انا انت قلت 3 لتر. ايوه هو مش الاشاره بتاع طيب هي يا ولاد هي ممتاز. اسمع المفاجأة بقى اللي جاية، إيه العنوان اللي جاي في الأكشن؟ أنت هايبرتنشن،
الثايرويد مصر يفاجئ الساده الحضور. انت هايبر تنشن تقول يا سلام ما هو دايوريتك فهيقلل البلاد فوليوم فهيقلل البلاد بريشر. افاجئك بقى في حاجه؟ لا، لان انا هديك في جرعه ما تدخلش العين الحمام، ما تعملش دايوريسس ويوطي الضغط. يبقى معنى كده ان البي شغال شغلانه شغلانه ثانيه اصلا. اصل الثايرويد نسيت اقول لك بيدلعوه ويقولوا يا ديدي يا دايوريتك ودايهيدرو في نفس الوقت، دي وظيفته الرئيسيه في الطب. ثايرويد ديدي دايوريتك ودايليتور، ده بيقول لحضرتك اسمع اسمع اسمع، اول حاجه بوتاسيوم شانل اوبنر. مش انت مثقف يا ابني؟ عارف اللي يفتح البوتاسيوم شانل يعمل هايبر ايه؟ بولاريزيشن. رقم اثنين يقول لك لما يبدا يعمل ايه؟ يبدا يعمل بهدوء ديبليشن للصوديوم من الوول بتاعه البلاد فيزل. بس بدات من اقوى النظريات حاليا اللي محطوطه في الهايبر تنشن، ان وجود الصوديوم في الوول بتاعه البلاد فيزل بيعمل إديمة يضيق الليومن. لكن الاخطر من كده ان وجود الصوديوم بيقوي جدا استجابه هذا البلاد فيزل للنورادرينالين والانجيوتنسين والحاجات دي كلها. فلما يبدا يعمل ديبليشن للصوديوم الوول يخليهم ما يستجبوش للفازو ايه؟ كونستريكتور، فيحصل فازو ايه؟ دايلاتيشن. رقم ثلاثه اسمع، ممكن يلعب على طريقه يزود سيستميك بروستاجلاندين عشان ما تلخبطش، مش عند النفرون. ممكن يزود ايه؟ سيستميك ايه؟ بروستاجلاندين. ودليلهم في الكلام، دليلهم ان لما بتستعمل نان استرويد، حد فاكر نان استرويد اللي بنعمله مين؟ بروستاجلاندين، يعكسوا الاكشن. لو تحب تزود الميكانيزم الرابعه فور فن بالنسبه لك، كالسيوم شانل بلوكر. كالسيوم شانل ايه؟ بلوكر. يبقى لما اجي اقول لك اكتب لي علم لي عن ايه ثيوريتيكال كوتشن، اصلا دي ثيوريتيكال لوحدها. ميكانيزم اوف ثايرويد از انت هايبرتنسيف. لو انت غلبان تقول لي دايوريتك افكت، لا احنا هنا مكتوب الدايوريتك بتاعتها ان هي بتدال بلاد فوليوم، ده تمبرري افكت نوت اسينشال. ده كلام كويس، ده كلام ممتاز. يبقى لو سمحت، ازاي بتشتغل دي دايليت او ازاي بتشتغل كانت هايبرتنسيف؟ تقول لي يا دكتور لو سمحت انت هايبرتنسيف ايفن ان ايه؟ ان سب دايوريتك دوز. يبقى هي دايركت ارتيريو دايليتور، اول حاجه بوتاسيوم شانل اوبنر، ديبليشن للصوديوم والوول من الوتر من الوول. رقم ثلاثة بروستاجلاندين، واللي يزود الكلام عشان الايه؟ بلوكر. ليتر اون هناخد ده اسمه ديازوكسايد، هناخده في الدايركت فازايليتر، هيبقى اخو السايزايد، هنبقى ناخده ليتر اون. استاذ الفاضل، فتحه البوتاسيوم شانل دي عملت مشاكل، كل حاجه لها ميزه ولها عيب يا اخي. فتحه البوتاسيوم شانل دي عملت مشاكل، ارجع للفسيولوجي. كان ازاي بيحصل انسولين ريليز؟ ايه؟ كان الاي تي بي بيطلع لما الجلوكوز يتحرق، صح كده؟ يقفل حاجه اسمها الاي تي بي سنسيف بوتاسيوم شانل، يقفل الاي تي بي سنسيف بوتاسيوم شانل فيحصل ديبولاريزيشن، يطلع الانسولين، صح؟ هنا ده بيعمل ايه؟ بوتاسيوم شانل ايه؟ اوبن اب، فيقل مين؟ الانسولين ريليز، مظبوط؟ هايبر ليبيديميا الله اعلم بيعملها ليه؟ بيزود الكوليسترول حقيقه وتراجل استرايد، بس في اكشوال ميكانيزم مش واضحه بالنسبه لنا. هايبر يوروسيميا انت اللي هتفسرها لي مش انا اللي هفسرها. ليه بيعمل هايبر يوروسيميا؟ بيكمبيت مع مين؟ مع اليوريك اسيد. يبقى استاذن حضراتكم في هدوء مطلق، تقول لي عناوين الست اكشن، حد يعرف يقولهم معايا؟ دايوريتك وفهمناها، انتي دايوريتك وشرطناها بمين؟ نيفروجينيك ده بسنسبيدس، انت هايبر تنسيف وشرحناها، هايبر 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 جلايسيميا ليبيديميا يوريسيميا. حد عنده مشكله في الكلام ده يا ولاد؟ سهل الموضوع ان شاء الله باذن الله. اروح بعد كده للثيرابيتيك يوزز. والنبي الله يخليك، انا مش عايز ناس بتحفظ على الفاضي فيما يستعمل هذا الثيادايد. يا ابني يا حبيبي، مش هو اليس الدايوريتك؟ يبقى دايوريتك يبقى ايدينا وهايبر تنشن الف ب، عشان بس واحنا بنتكلم مع بعض. حد يقول لك يا ابني فيما يستعمل دايوريتك؟ تقول له ايه؟ ايديما وهايبر تنشن. وبعد كده تبدا تفصل معايا في اي حاجه ثانيه. استاذن حضرتك بس تقول لي انواع الاديمه او اسباب الاديمه، مش من باثولوجي معقد. انا يا ابني اعرف ان الاديمه يعني فلويد خرج من البلاد فيزل راح الانترستيشال، راح الانترستيشال دي، يبقى انت عندك يا هيدروستاتيك بريشر عالي بيطرد، او الاوزموتيك بريشر اخباره ايه؟ قليل. هيدروستاتيك بريشر عالي جاي منين؟ ان حضرتك عندك كونجيشن،
هارد فيلير ولا حاجه. عندك انكوت قليل يا ليفر عيان يا يا كدني بتتصرف حاجه اسمها نيفروتيك سندروم. حد عنده مشكله؟ يبقى يا كاردك يا هيباتك يا رينال. بس شايف واحد جاي من بعيد يقول يا دكتور بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك والنبي الفيضايت ده بالذات نحطه في الهارت فيلير. تقول لي يا ابني، قال لي يا دكتور عشان خاطري في الكاردك دي ما ليه؟ لان الدواء ده ارتريو دايليتور. قلت له انت عايز تقول ايه؟ اصل يقول لك الارتريو دايليتور بيقلل حاجه اسمها الافتر لود. القلب ده بام عليها اتنين لود، الدم اللي جاي له اسمه بري لود، والريزيستنس اللي هتقابله اسمها افتر لود. لو انت عملت فينو دايلاتيشن فالدم اللي جاي على القلب ايه؟ هيقل صح؟ فالفينو يقلل البري لود صح؟ طب والارتيريو يقلل الافتر ايه؟ لود. صديقنا ده لما هيعمل ارتيريو دايلاتيشن يقلل مين؟ الافتر لود. وهو دايوريتك بيقلل مين؟ البلاد فوليوم، فيقلل بري ايه؟ لود. يبقى عمل حلم بري وايه؟ وافتر لود. سهله ده كلام كويس. يعالج الهايبرتنشن. والنبي الله يبارك فيكم، الثيرويد ده ولاد مجموعه مش انجكشن خالص، مفيش منها انجكشن، مجموعه كولد بتاعه اورال وحاجات من دي. يبقى استاذن حضراتكم تقول لي في المايلد والمودريت هايبر ايه تنشن. كتابك كاتب جمله استفزازيه يوز ان ايفن ان سب دايوريتك دوز. حد عنده تفسير؟ هي دي ليها ايه؟ دايليتور ودايوريتك. وحد يفسر لي من غير ما يبص في الورق هي ليه دايليتور؟ عندها ثلاثه ميكانيزم، سيستم شانل اوبنر، ديبليت صوديوم والووتر من وول، وبروستاجلاندين وزود الكالسيوم صح؟ دايركت وبتقلل بلاد فوليوم. هنعرف ان شاء الله ليتر اون ليتر اون ليتر اون ان الدايركت فاز دايليتور اللي بيعالجوا بها الضغط لما ناخدها ان شاء الله ليتر اون، بنعرف ان هي بتستفز في جسمك الراس سيستم. هتسمع عنه امبارح فايت صح؟ الدايركت فاز دايليتور هناخدها ان شاء الله ليتر اون في الكارديو فاسكور. لو انت اديتها وقمت داخل على بلاد فيزل واستفزت جسمك مره واحده وطد الضغط، بيتم استفزاز الراس سيستم. والراس سيستم ده بيعمل ايه؟ اديما. فدي ساعتها ايه؟ تانتاجونايز الاديما اندوز باي اذر دايركت فازيليتور زي ده اسمه ايه؟ هيدرالازين. يبقى لما اجي اقول لك اشرح لي ايه دورها في ال، هقول اشرح لي دورها في الهايبرتنشن، تقول لي في المايلد والمودريت، وتقول لي جمله مستفزه انا وانت فاهمينها even in a sub a diuretic a dose. وتقول لي ليه؟ لانها دايركت فازو دايليتور وبتقلل بلاد ايه؟ فوليوم. وتعكس الاديمه اللي بتيجي من استخدام الدايركت فاز دايليتور، لانك لما بتستعمل الدايركت فاز دايليتور مره واحده بتستفز الراس سيستم. لانك يعني بتوطي الضغط فيتم استفزاز مين؟ الراس سيستم، يبدا يزود الرينال انجيوتنسين الدوسيرون سيستم. خلاص؟ يعمل اديمه. انا بقى هاخدها في الليل في الكارديو هيعكسها. مش هو بيعمل، مش هو دايرتك ده دايرتك، انت بتاخد الدواء ده عشان يوطي الضغط، فانا عامل لك قديمه فبقى هيكوركت، هيعمل لها كوركشن. تمام؟ الدايركت فاز دايليتور دول بيعالجوا الضغط، بس عيبهم ان هو يعملوا قديمه، فصاحبنا ده يعمل لها كوركشن. خلاص؟ بيعمل فاز دايليتور بس دايوريتك. تمام؟ حد لسه يقول لي نيفروجينيك ايه؟ دايابيس انسيبيدس. كلها منطقيه. واحد يقول لي يا دكتور في البري منستيرول سندروم عند السيدات، يقول لك السيدات قبل البريود بيوم ولا اثنين بيبقى عندهم الاسترون زايد سولت ووتر تنشن، بيكون موترهم معصبهم شويه، ميجرين هيدك مجننهم شويه، بيهدي الدنيا شويه، ينزل الملح تبقى الدنيا الطف، حالات الايه؟ القتل تقل نسبيا. ايديوباثيك هايبر كالسيوريا، علم عليها كتير جدا جدا جدا. وقت بتيجي في امتحان كتير، حد يفهمني كده يعني ايه؟ ايديوباثيك هايبر كالسيوريا. يعني انت ما تعرفش السبب. هايبر كالسيوريا، واحد عمال يسقط يورين كتير في الكالسيوم كتير في اليورين صح؟ عمال يعمل حصوات. او عنده هايبوكالسيميا او اوستيوبروسيس، مظبوط ولا لا؟ احب اسالك في حاجه كتير جدا، اقول لك مين الدايوريتك اللي يعالج اللي عنده هايبر كالسيوريا؟ وانت فاهم القصه جت منين؟ ثايرويد. حد عنده مشكله؟ اشك ان حد عنده مشكله صح ولا لا؟ مهمه جدا جدا جدا. عشان كده لما هناخد ان شاء الله الهايبر تنشن في العملي
هتعرف ان الدواء اللي بتبدا بيه في علاج الضغط في الناس العواجيز الدواء ده ليه تبدا بيه؟ عشان الكالسيوم العواجيز والهشاشه والوجع القلب ده كله صح ولا لا؟ حد يعرف يقول لي عناوين اليوزس؟ يبقى شاطر قوي. اديما وهايبر تنشن دي مبنيه على الدايوريتك صح؟ نيفروجينيك دايابيتس انسيدرس الانتي دايوريتك والهايبر كالسيوريا والاوستيوبروز والهايبوكالسيميا وحته البي ام اس البي ام اس تمام؟ حد يقول لي ادفيرس افكت؟ انا مش هقولها، انت اللي هتقولها. قول لي تاثيره على الالكترولايت ايه؟ هايبوكاليميا، هايبوناتريميا، هايبوكلوروميا والكالوزيس، هايبوماجنيزيميا، هايبوفوليميا، هايبر كالسيميا، هايبر جلايسيميا تبوظ ديابيتس، هايبر ليبيديميا، هايبر يوريسيميا، وبالمناسبه هايبر سنسيفيتي، لانهم طلعوا قريب ناس مهمين. سلفونا ايه؟ ميه. حد عنده مشكله؟ طبعا الموضوع محبط. بول مرض ديبريشن وشوش جاي تي ريديشن وفيتو توكسيك تيراتوجينيك ممنوعه في الحمل، ممنوعه في الحمل، فيتو توكسيك ممنوعه في الحمل. نرجع نسال مش ممكن والله. اللي هو الانتي بكتيريال حاجه كده، انتي بكتيريال ومشهوره بالالرجي. خلاص قلتها كده؟ لا ما قلتي زي بس متسمم المعلومات دي. ما علينا ما علينا. صفنا مادة انتي بكتيريال زي المضاد الحيوي كده يعني، وبيعمل الرجي مشهورة جدا مش شبه البنادول. المهم بون مارو انهبيشن، بون مارو انهبيشن والرجي وفيتو توكسيك. تصدق احنا حفظنا 13 غير ما ناخد بالنا؟ ليه؟ هايبوكاليميا، هايبوناتريميا، هايبوفوليميا، هايبوكلوريميا والكالوزيس، هايبر هايبوماجنيزيميا، هايبر ايه كالسيميا، هايبر جلايسيميا، يوريسيميا، ليبيديميا، هايبر سنسيفيتي. احبط بون مارو ديبريشن والرجي و وجاي تسيرفس وفيتو ايه توكسيك. الوحيد اللي هنتكلم عنها بس شويه بعد اذنكم الهايبوكاليميا. الهايبوكاليميا هتورثن الديجيتاليس سوكسيستي، وهنقعد نشرح فيها كتير قوي. الديجيتاليس هتعرف ان الديجيتاليس بيدخل جسمك يسيب الدنيا كلها ويتخانق مع البوتاسيوم. وانت عندك البوتاسيوم قليل الديجيتاليس يتفرعن قوي خلاص، يبقى يزيد الديجيتاليس سوكسيستي. الليفر والكدني ما يستحملوش البوتاسيوم غالي، محتاجين البوتاسيوم في شغلهم قوي. ازاي اتجنب الهايبوكاليميا؟ تقول له والله يا دكتور بتكلم بالسلم قوي، نستعمل اقل جرعه ممكنه وانترمينت يوز يوم بعد يوم يا عم العيان ماشي. فروت جوس، العصاير والحاجات مليانه بوتاسيوم. رقم ثلاثه بوتاسيوم سبلمنت، اديله ايه؟ اقراص بوتاسيوم بس بخاف منها. قرات بدي جدا على مين؟ على المعده تمام. لكن واحد فيكم جاي من مكان بعيد قال لي بقول لك يا دكتور سيبك من كل ده كله، مش لازم ده كله خالص خالص، عليكم على مين؟ بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك. مين بوتاسيوم سبيرنج ايه؟ دايوريتك. زعلت ولا ايه؟ زعلت زين صح؟ طيب بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك، لا اسبرولا مكتوب ايه؟ ده هم اربعه بوتاسيوم سبيرنج تحفظهم وانت قاعد مع الوقت. اسبرولا مكتوب اكتب جنبه اخوه اسمه ابليرينون، وحاجه اسمها ترايامترين، وحاجه اسمها امايلو رايد او امايلو ريد. ابليرينون اكتبها اكتبها اكتبها، ما تقعدش تدور لي وبتاع. البوتاسيوم سبيرنج دايوريتك. طب اقول لك على حاجه، الاسبيرولاكتون والابليرينون دول اللي هم كانوا بيتخانقوا مع مين؟ بيتخانقوا مع مين؟ مع الاجسترون. اما الترايمترين والامايلو ريد بيقفلوا الصوت مش بشكل مباشر، بتاعت التبادل. بتاعت مين؟ التبادل. صوديوم هي صوديوم صوديوم بوتاسيوم بامب. الميكانيزم الرئيسي بتاع الديجيتالز انه بيكمبيت مع مع البامب، في بامب اسمها صوديوم بوتاسيوم انتيبيز. فبيروح يحط البامب دي ازاي؟ بيكمبيت مع مع البوتاسيوم. لو انت عندك بوتاسيوم قليل الديجيتالز هيشتغل زياده. خلصت الادفيرس افكت.
حد يقدر يتوقع من واقع خبرته موانع استعمالك؟ والله ابدأ بالمنطق. أول حاجة وضح أنت مرعوب من الديجيتاليس إيه؟ توكسيسي، عشان الهايبوكاليميا. ولما نيجي إن شاء الله ناخد الديجيتاليس هتعرف إن الهايبوماجنيزيميا والهايبركالسيميا دول مشكلة كبيرة قوي مع الديجيتاليس. مع الكورتيزون، أصل الكورتيزون يا أولاد أخو الألدسترون ده حقيقة. والألدسترون بيعمل إيه في البوتاسيوم؟ هايبوكاليميا، صح ولا لأ؟ يبقى ممنوع مع مين ومين؟ ديجيتاليس توكسيسي وأنا؟ كورتيكوسترويدز. ليه ممنوع في الأدفانسد ليفر ديزيز؟ طير مين؟ الهيدروجين. ممنوع ليه في الأدفانسد رينال ديزيز؟ بيقلل جي اف ار. ليه ممنوع في الدايابيتس؟ هايبر جلايسيميا بيزود بيقلل الانسولين. في الجوت بيزود يوريك اي اسيد في البريجنسي. سهله؟ في مشكله؟ خطوه بسيط. لو رحت البريبريشن دعوه ان انت تعيش حياتك معاها، طبعا الارقام زي اسمك تنساها. انت فاكر اسمك ايه؟ انا فاكر. خلاص شيل يا عم الكلام ده كله. هي كلمه البريبريشن دي اسمهم ايه؟ انا عندي فرضيات مجموعتين. انا يهمني المجموعه اللي هي الشورت ديوريشن ده اسمه هيدروكلوروثايفايد، ده اشهر واحد فيهم. اشهر واحد فيهم اسمه ايه؟ هيدروكلوروثايفايد. واحد اسمه بوليثايفايد. ارجع اقول لك، مهما كان انا عمري ما خاف من الاستاذات في الامتحان، الا من طالب او اتنين اللي هم عندهم الاعراض الام ار المتاخر. عارفين الام ار؟ متاخر. ليه؟ اصل كلهم بيتعبوا كلمه فايفايد، يبقى غير ان هو ايه؟ يخطئ فيها. قال له ما كانش تعالج، صح ولا لا؟ يبقى الام ار الفايفايد كلهم بيتعبوا كلمه ايه؟ فايفايد، فمش فارقه معايا خالص. فايفايد انالوج. يعني ايه كلمه فايفايد انالوج؟ شبه السايازايد كفانكشن، مختلفين كيميائيا. مختلفين ايه؟ كيميائيا. ده اسمه كلورثاليدون، لكن اللي عايزك تعلم عليه الاندابامايد. علم عليه ام سي كيو. اندابامايد، اندابامايد كان اسمه ناتريلكس. الدواء ده هيتكرر بالملي 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 في الكالسيوم شانل بلوكر. مش هشرحه هناك، هقول لك احنا اخدناه قبل كده. الدواء ده مسك في الميكانيزم الرابعه اللي انتوا بعض منكم ما رضاش يكتبها، اللي هي ايه؟ كالسيوم شانل بلوكر. فدايركت ارتيري فازو ايه؟ شوف الكلمة المستفزة. سب دايوريتك دوز يعالج الهايبر ايه؟ ومينيمال افكت على الالكترولايت والجلوكوز واليوريك اسيد. لكن الحتة الحلوة فيه بيعتمد على البيليري اكسكريشن. تقول لي ايه الميزة؟ لو الكلية تعبانة ولا أي حاجة في الدنيا. فاهم دي ولا لأ؟ معايا؟ لونج ديوريشن، يتاخد مرة واحدة في اليوم، دواء أكتر من رائع اسمه الاندابامايد. دكتور معلش، مش في سب دايوريتك هو ريليتد ليهم قريب. في لو زودت الجرعه الشركه دايوريتك. يعني دول غير ان هو دايوريتك يعني. تمام. ده بس مرسيبامايد، زيبامايد، كوينازون. بعض الطلبه اللي بتذاكرهم ربنا بيبارك لهم في صحتهم وفي عافيتهم، هو بيضيع عمره يعني. لكن اكيد لازم يذاكر الميتولازون. الميتولازون ليه بقى الميتولازون؟ لان ناصح يعرف الشغل حتى لو جه فرق ايه قليل، حتى لو جه فرق ايه. يبقى انت لو انت تقول لي انا محتاج ايه في الاسماء دي؟ كلورفاليدون، اندابامايد، وميتولازون. والميتولازون صار بيجي في الامتحان فعلا. الميزه في الورق، لو انت متابع معايا في الورق، هتروح للفروزمايد اللوب هتلاقي الكلام بيجري بسرعه، لان المعلومه جنب المعلومه. خلصنا. انت عايز تقول يا دكتور؟ حد فاكر شاطر شاطر زيكم اللوب؟ اسمح لي اسميهم هاي افيكاسي او هاي سيلينج. هاي سيلينج يا ولاد يعني ايه؟ يعني لما تيجي تعمل كيرف فين وفين لما توصل للبلاتو، كل ما زود الجرعه يديك دايوريتك، كل ما زود الجرعه يديك ايه؟ دايوريتك. اسمها هاي ايه؟ سيلينج. المجموعه دي ايه الاكشنز بتاعتها يا اولاد؟ تقول لي يا دكتور هم كانوا شغالين فين يا اولاد؟ بصوا معايا شغالين فين؟ فين؟ عايز وصف دقيق للمكان. اسندنج ليمب، وفي المظله صح؟
يبقى المدلل بارت اوف اسيندنج لينج اوف لوبو فينل اللي كان مسؤول عن كام في المية؟ 25%. اشكرك. وجزء منهم قريب العلا اياها فاكرها؟ عند السلفوناميد فيعطل الكربونيك انهيدريز ايه؟ انزيم. اسمح لي اقول لك ان هم دايوريتك. كتابك مصر يحط لقطه كده في الاول ان هم باورفول برومبت اونست شورت ديوريشن قويين مستعجلين لازم برضو يحصل له. شوف لو انت بتابع الورق عينك على الناحيه الثانيه هتلاقي الجمل اللي هي هي مصر بس جريد فين؟ في البروتوكول بيقول عشان شامين من جوه النفرون مين هيعكسه؟ البروبنسيد بيشتغل مين اللي على فين؟ اوصف لي المكان. ميدلاري بارت اوف ثيك اسندنج لمب اوف لوب اوف هانل اللي هو بتاع مين؟ 25% وضرب الاوزمولر بتاعت مين؟ المدله انترفير مع الكاونتر كارنت بالدولار ايه؟ سيستم طيرت لي ميه كتير في اليورين باللارج دوز ممكن يعطل مين؟ كربونيك انهيدريز ايه؟ انزيم. بالسلامه السيناريو يتكرر صوديوم كتير واصل مين هيستفز؟ الدسترون هيرجعه وهينزل مكانه مين؟ بوتاسيوم وهيدروجين. بص معايا على اليورين بتاع العيان ووتر وصوديوم وكلورايد وهيدروجين وبوتاسيوم ومغنيزيوم و كالسيوم ده فتوه بقى. يبقى انت عندك هايبو 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 وهايبو ايه؟ كالسيميا مظبوط؟ هو ليه بيعمل هايبو كالسيوم؟ لان ضرب البامب اللي هي كان بيحصل فيها التبادل ده كان الكالسيوم بيحصل له ري ابزوربشن معاها. تاني برضه في الثايرويد كان يوقف الصوديوم كارد كان بيحصل كالسيوم مش البامب دي كان 25% منها الكلام ده وكان الكالسيوم بيحصل ري ابزوربشن هنا ماشي انا ضربت ري ابزوربشن هنا. طب ليه في الثايرويد ما حصلش نفس الكلام؟ البامب هنا دي اللي شغل الكالسيوم هنا معتمد على البامب دي رقم واحد. رقم اثنين الكالسيوم كان قال لي شيء فار فالجسم بدأ يعوض يعمل ري ابزوربشن للكالسيوم ده ما قللش الجي اف ار بس ايه المشكله؟ الكالسيوم هيستوعب ري ابزوربشن فين؟ يا بدري يا في الحته دي احنا ضربنا الحته دي ومش هيحصل كومبوزيشن هنا بس فالكالسيوم نازل في اليورين. طيب يبقى انت عندك هايبو ايه؟ كالسيميا. تقول لي يا دكتور لو سمحت الفروز ما بيزود مين؟ الريد بلاد ايه؟ فلو غالبا عن طريق اللوكال برودكشن اوف بروستاجلاندين يبقى ممكن مين ايه اللي ممكن يعكني عليه شويه؟ النان ستيرويد الانتي ايه؟ انفلاماتوري. شوف بقى شوف بقى شوف الكلمه الغريبه دي احنا يا جماعه بنشتغل كدورتك حتى لو جي فرق اقل من 10 مللي تحس ان الكبده بتوجه لمين كده من تحت الماء؟ للثايرويد. شايف حركه الكلام اللي هو من تحت الماء ده؟ اللي يقول لك احنا ما يعرفش الشغل وهناك احنا اقل من كام؟ من 20. احنا لو اقل من 10 شغالين يا فندم مش كلام؟ اسمع لو انت متابع هناك كان في هناك حاجه اسمها انتي دايوريتك هتتكتب هنا؟ لا هناك انتي هايبرتنسيف قد كده كبيره. الفروز مايد ده ابو الدايوريتك متخصص دايوريتك بس فبيوطي الضغط فقط بالدايوريتك اكشن. التاني كان ايه؟ التاني كان ايه؟ ديدي كان ديدي اللي هي ايه؟ دايريتور بكام ميكانيزم؟ بثلاثه او اربعه اللي هي كان بايه؟ بوتاسيوم شانل اوبنر بيدبليت الصوديوم والووتر وبكمان بروستاجلاندين وكاسيوم شانل. لكن ده متخصص مين بس؟ دايوريتك فقط. هايبر 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 الموضوع طلع سهل قوي اللي هو كانوا ايه؟ هايبر جلايسيميا هايبر ليبيديميا وهايبر ايه؟ يوريسيميا. مظبوط؟ حلو الكلام. انا كنت كاتب بعدها ايه في الورق الكاينتكس ولا كاتب ايه؟ الكاينتكس. اي كلام في الكاينتكس خالص. المجموعه اللي بتتاخد اورال يا اولاد وبتتاخد انجكشن بتمسك في البلازما وبروتين إيه على فكره من الادويه اللي بتزحل اذر دراجز. كالعاده دايما اي دواء غلبان في اي دواء داخل جسمك يتفسح ديسبليس مين؟ الوارفرين. هيباتيك ميتابوليزم سكريشن مين بيعكسه؟ البروبنسيد بيشتغل بسرعه جدا على فكره. لو بتاخد اورال هيشتغل معاك خلال ربع نص ساعه وديوريشن 6 ساعات. الاي في خلال دقيقتين وديوريشن 2 ساعة لـ3. دواء من الادويه اللي يطلق عليها من الادويه السريعه في الطب. طيب ايه اللي جاي عندك بعد كده؟ ثيرابيوتيك يوزز. حد عايزك بس تتهيئ نفسيا الله يبارك فيك
الله يبارك فيك ان انا داخل على دواء طوارئ. دواء ما بيهزرش. دواء طوارئ وبيحب الكليه. صح؟ بس خلاص. يبقى كتابك برضو مصر يقول لك يا باورفول يصنع من في الامرجنسي سيفير ريزيستنت كيسز. حلو الكلام. يا اورال انجكشن مش هتحطنا قاعده بيننا وبين بعض لما اقول لك استعمال الدايوريتك لازم دول اول كلمتين ايه؟ اديما وهايبرتنشن. اديما انا عايز بقى كلام يخوف. عايز اديما من اللي تخوف. امرجنسي اكيوت بالمونري اديما. حط لي عليها نجوم كتير وقلوب وشكرا للفلوزمايد. شكرا للليزكس. اسمه ليزكس اللي هو الاسم التجاري بتاعه. شكرا ليه. ياما عيانين كانوا هيموتوا وانقذهم. اللي هو كان مين؟ امرجنسي اكيوت بالمونري اديما اللي هي اكيوت ليفت فنتركولار ايه؟ فيلير. اسمع المفاجاه بقى اللي اول مره اقولها. الدواء تفاجئه لما بيتاخد اي في حاجه غريبه جدا يعمل فينو دايلاتيشن. بس بيتاخد اي في بس. حد بيفهم في الطب بيقول لي الفينو دايلاتيشن قيمته ايه في ال يقلل الفينس ريتيرن يقلل البريلود يقلل لانج ايه؟ كونجيشن. وهو دايوريتك يقلل البري ايه؟ فلود. لحظه يبقى هنا صاحبنا قلل البريلود بكام طريقه؟ طريقتين. لكن الثايرويد كان بيقلل مره بري ومره ايه؟ افتر. صح ولا لا؟ مره ارتيري ومره فينو. معايا؟ خوفني. قول لي اديما ثانيه تخوف. وفي اعز عندك من الهارت والسي ان اس سيريبرال ايه؟ اديما. الفلوزومايد بيقلل اديما. انا بخاف منها لو عامله بريشر على اي فايتال سنتر ولا حاجه. سيريبرال اديما ممكن تضغط لك بقى على الفيجن على اي حاجه. سيفير او ريفراكتوري اديما. اديما بقى من اللي بجد اللي انت جربت فيها الحاجات الثانيه. لا الثلاث حاجات اللي هو الهارت فيلير ليفر سيروزس نيفروتك. بس ينبغي خلي بالك لو الليفر خلي بالك من الليفر ما يكونش ليفر فيلير. فاهمين حاجه؟ ليه؟ عشان مين؟ عشان مين يا اولاد؟ صح ولا لا؟ بنستعمل فلوزومايد لوحده او مع الاذر دايوريتكس. وسالت سؤال هو ايه علاقه اللوب؟ ايه علاقه اللوب؟ ايه علاقه اللوب بالثايرويد والبوتاسيوم سبيرنج؟ كدراج انتر اكشن. يا ترى هي انتاجونيزم ولا سينرجيزم ولا بوتنشيشن؟ بالراحه بقى كده. ما تفهم الكلام اللي انا قلته اولا. انتاجونيزم يعني هيعكسوا بعض؟ ولا بوتنشيشن يعني واحد مش شغال والتاني شغال فهيزيد؟ ولا سينرجيزم الاثنين شغالين ويزودوا بعض؟ سينرجيزم. صح ولا لا؟ الاثنين كل واحد فيهم شغال بميكانيزم فيزودوا بعض. يبقى علاقه الدايوريتك لما بتدور مع بعض اسمها ايه؟ سينرجيزم. ليه سينرجيزم؟ عشان كل واحد شغال فيهم في ايه؟ في حته معينه. مظبوط؟ طيب يا دكتور ده احنا تهنا منك. اول عيون كان عيون يخوف اللي هو كان اديما. بس انا اهم واحد هتهمني مين؟ اكيوت بالمونري اديما سيريبرال اديما والسيفير بيرزيستنت اديما اللي هي الاستامبا بتاعتنا. في الهايبر تنشن عايز برضو كلامي معلش فكروني معلش هو ده ديدي ولا متخصص فقط ومعتز بقيمته ان هو كايه؟ كدايوريتك. نوت دايركت فازو ايه؟ دايليتو. كلمني بقى في الرعب كله في الامرجنسي في هايبر تنشن انكفالوباسي اديله اي في. في السيفير ريزيستنت هايبر تنشن اديه او اديه في الهايبر تنشن لو عنده كدني ايه؟ هو كان ينفع تدي ثايرايد؟ في كدني ديزيز هو ينفع نستعمل مين؟ صاحبنا ده. صح ولا لا؟ يبقى سؤال عشان لما اسال في الكارديو فاسكولار ايه استعمالات الفلوزمايد في الهايبرتنشن؟ الاقي واحد يقول لي يا دكتور في الهايبرتنشن امرجنسي انكفالوباسي في السيفير ريزيستنت هايبرتنشن والهايبرتنشن ايه؟ رينال ديزيز. استعملها في الاكيوت رينال فيلير. انت عندك في رينال فيلير بتبقى خايف جدا ان النفر لا قدر الله يحصل لها كولابس. انا لو حصل له كولابس مش هيرجع. انت بقى محتاج ان يبقى في عندك دايوريتك ايه اكشن والنفرون شغال. بس انا كان ليا طلب عندك. ادي جرعه كبيره من هذا الايه؟ الفلوزمايد. ويعالج الهواء وهشرحها لك ليه الوقت الكلمه دي. في الهايبر كالسيميا يعالجها ولا ما يعالجهاش؟ هايبر ايه؟ كالسيميا. التركه هناك اسمها ايه؟ هايبر كالسيميا. هايبر كالسيميا او هايبر كالسيوريا هناك صح ولا لا؟ ليه كتب هنا؟ لارج دوز اوف فلوزمايد. ليه كتب هنا في الاكيوتينال فيلير انا بدي اب تو 10 فولد 10 اضعاف الجرعه بتاعت اللوب ده.
بس مش فاكرة؟ بص بقى في الرينال فيلير الكلية ضاعت صح ولا لا؟ فبدأ يحصل اكيوميليشن للأسيد ميتابولات كتير جدا جدا جدا. فقاموا واقفين عند مين؟ وقفوا عند مين؟ عند الكارير اللي هو كان المفروض يشيل مين؟ فروزمايت. مست الكارير ده ان هو فير. يعني فير؟ بيقبل الكومبيتيشن. هو الفروزمايت احنا قلنا له ايه؟ يلا يا فروزمايت تعالى عندك النهارده شغل النهارده عندنا حاله رينال فيلير وعندك شركه دورتك. راح لقى مين واقف بالطابور كتير؟ اسيد ميتابولايت. فالحل عشان يركب الكارير ايه؟ يدخل بجرعه ايه؟ كبيره. فممكن كلمه لارج ايه؟ دوس. تمام ممتاز ممتاز جدا. حد يعرف يقول لي السايد افكت؟ على فكره ده لو انت الجدول اللي عندك انا خلصتها اصلا انت هتبص على الاثنين جنب بعض هتقول لي هايبوكاليميا موافقك هايبوفوليميا موافقك هايبوناتريميا هايبوكولوريميا والكالوزيس هتقول لي هايبوماجنيزيميا هايبوكالسيميا هايبر 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 جلايسيميا وليبيديميا ويوريسيميا وسنسيتيفيتي مفيش مشاكل وبعد كده هتقول لي بون مارو ديبريشن وجايتيد السيربس وفيتو توكسيك تقول لي يا دكتور ايه بقى الزياده عندك اللوب بيلعب في الاذن الفروزمايد هيبوظ ودنك يبقى اتعلم بعنف ده وجه تميز رهيب اللوب بوظ الودن يا اولاد اللوب بوظ مين الودن خلاص اوتوتوكسيك بيسيب الدنيا كلها ويضرب الهير سيلز بالانر اير تمام توكسيك افكت دايركت توكسيك افكت تمام يبقى ممكن يعمل ديفنس خاصه لو كانت العين الكليه بتاعته اصلا تعبانه او لو كان بياخد دواء تاني اوتوتوكسيك زي مين حاجه اسمها جنتامايسين ده امينو جلايكوزيد انتيبايوتيك خلاص امال ليه جيت مصريين ما بيستخدموش للبلازكس احنا الحمد لله بنسمع كويس لو طبعا بسالك على حاجه لو الكدني تعبانه يعمل مشاكل فالدكتور اللي بيوصف لازم يكون ناخد باله بيعمل ايه ليه الفروزمايد لو الكدني تعبانه هيعمل مشاكل ليه بقى انت مش عشان هو صفحه فايد الايمين هو كويس في الكدني ايوه طب يعني انا هو لو الكدني تعبانه مش عارف تتخلص منه خلي بالك مش عارف اساعد شويه يعني يعني لو الكدني هقول لك لانه ممكن بيعمل شويه نيفرايتس ممكن يعمل ايه شويه نيفرايتس خلاص انت بتحسب كوست بنفيت كوست بنفيت انا بقول ليه بقى في الكدني فاحتمال الدواء عمال يترخم شويه بشويه مع اللونج ران يبدا يعمل لك مشاكل خاصه انت بتسمع مع دواء كرونيك في الاكيوت ريلا فيلر بتستعمل له ايه؟ جرعه وانتهينا ولا جرعتين ولا كام مره؟ واخد بالك؟ طيب طب ثانيه معلش لو واحد عنده مشاكل في الكليه وضغطه عالي يعني هيترنش عليه على طول يعني هطير يستخدمه صح؟ هتبقى دايما 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 بتبقى برنامج عارف كده بتتابع باستمرار بتعمله دايما اوديو جرام حسيت في لحظه ان الدنيا بدات تقل شويه تبدا بقى تتصرف توقفها او تشوف حاجه ثانيه فاهم الفكره؟ اصلا هيكون بيستخدموه في الاكل يعني لا 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 في الهايبر تنشن والرينال ديزيز بس هروح على حاجه بقى بينه وبينك بقى بالاخر بالاخر كيف علاج الهايبر تنشن حاليا حاليا الكلام الجديد الفروزمايد ملوش اي دور الا في الامرجنسي في الامرجنسي او في السيفير بريزستنت لكن حته بقى ان هو مايلد هايبر تنشن وكدني لا 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 عندي بدائل افضل منه فاهمني ولا لا؟ وليكن اس انهبيتور خلاص؟ طيب الهايبوكاليميا كان نفس الكلام بالميلي كل حاجه هي هي بالظبط حد يقول لي كونترا اندكيشن قدامك سته كان هناك سبعه بسرعه في لقطه طلع لي الفرق ديجيتال توكسيس كورتيزون ادفانسد ليفر ديزيز دايابيتس جاوت بريجنسي ادفانسد مين اللي ناقص هنا مين رينال كان هناك ممنوع في الكليه واللي ايه والليفر لكن هنا ممنوع في مين بس في الليفر ليه ممنوع في الليفر تاني قلناها مظبوط مظبوط حلو الكلام او كلام جميل الدراج انتر اكشن الدواء ده
كأي دواء في الدنيا. راح تسلى على مين؟ الورفرين. قام راح عمل له ديسبليسمنت. الورفرين لما يحصل له ديسبليسمنت ده بيشتغل اكتر. بيشتغل ايه؟ اكتر. لما يبدا يشتغل اكتر ممكن يعمل توكسيستي. وما عندوش مشاكل برضه انه عمال يغلس على الناس، يقلل اكسكريشن بتاع الليثيوم. الليثيوم ده مود ستابلايزر. ده كونترا اندجينت في الماثينيا جريفز. تمام؟ مود ستابلايزر. هيقلل الاكسكريشن بتاعه. لان هنعرف ان شاء الله بناخد الليثيوم ان علاقته عكسيه بالصوديوم، اللي يحافظ على الصوديوم ينزل الليثيوم والعكس بالعكس. يبقى عمل توكسيستي لدوائين، ودي مشكله خطيره. القاعده بتقول ده من اللي هيغلس على حد هيجي اللي يغلس عليه. اول واحد جه غلس عليه مين؟ بروبريسيد، مش هيخليه يشتغل صح. والنان استرويد انا هتغلس عليه، حد فاهم ليه؟ هتقلل البروستاجلاندين اللي هو كان بيعتمد عليها في الايه، في الفازو دايلاتشن بلود فلو. اتجنن لما لقى اتنين بيغلسوا عليه. قال لك طيب، قام عامل هايبوكاليميا، وقام مزود الديشيرت ايه؟ توكسيستي، وقام مزود الاوتوكسيستي والنيفروتوكسيستي بتاعت الامينو جلايكوزايد. مجنون، مجنون الدواء ده. خلاص؟ النيفروتوكسيستي اوف امينو جلايكوزايد. لان احنا قلنا ساعات بيعمل شويه انترستيشن نيفرايتس، ممكن يعمل شويه نيفرايتس تزيد قوي مع الامينو جلايكوزايد. معايا؟ يبقى الدراج انتراكشن بتاعت الدواء ده غريب جدا، بتكتب عليها ثيوريتيكال على فكره، ممكن تيجي ثيوريتيكال. حد عارف تدخل الدواء بتاعه ايه؟ حد عارفه؟ ايه تدخل الدراج انتراكشن؟ اول حاجه عمل ديسبليسمنت لمين؟ الوارفرين. وقال الاستكريشن بتاع مين؟ الليثيوم. مين اللي غلس عليه؟ البروبنسيد وان مانسترويد اتجنن. قام مزود التوكسيس بتاع الديجيتاليس بالهايبوكاليميا والنفرولود بتاعت مين؟ امينو جلايكو زي. خلاص؟ عايزك تعرف بس في تقسيمه احنا ما كناش قلناها، هم كانوا مين افراد هذه العائله المحترمه؟ الفروزيمايد، ده سلفوناميد على فكره. يبقى مشبوه. اخوه اسمه التورسيمايد. ولا يفرق معايا اي حاجه من ان التورسيمايد. تمام؟ على فكره المفروض ان انا ماشي، اللي ماشي معايا بالورق بيقلب اوتوماتيك، مفيش اي حاجه خالص. المفروض. الناس عماله تلعب كده يمين وشمال وتروح وانت ماشي معايا كلاسيك كلاسيك. المفروض. تمام؟ التورسيمايد اقوى من فلوزيمايد ثلاث مرات. ميتابوليك الينيشن ولا يفرق معايا الكلام ده في حاجه. بيوميتامايد، انا بس معايا تبقى عارف ان خد الفلوزيمايد، فلوزيمايد بيوميتامايد تورسيمايد على نفس الوزن. فلوزيمايد تورسيمايد بيوميتامايد هيجي في الامتحان، ممكن يجي بيوميتامايد ما يجيش فلوزيمايد خالص. خلاص؟ بايريتينايد ربنا يبارك لك لو عرفت تبقى انت من الناس السوبر قوي. لكن صدقني يفرق معايا بقى اللي جاي ده خالص خالص. ايثاكرينيك اسيد، لانه طلع مش قريبهم. يعني ايه؟ مش سلفوناميد. يعني ايه مش سلفوناميد؟ فيها ميزه وفيها عيب. ايه الميزه اللي اكسبها؟ مش الرجي. الحته اللي هفقدها بس ان هو مش هيعطل الكربونيك انهيدريز ايه؟ انزيم. اسمع بقى الحته الحلوه دي، ليوريكوزيريك افكت. يعني كلمه ليوريكوزيريك افكت؟ ينزل اليوريك اسيد فين؟ في اليوريك. يعني ينفع يتاخد في مرض الايه؟ الجود. يبقى يتحب ساعتها الدواء ده. ولكن 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 لان الحب ما قتل. خد عندك جستريك اريتيشن، تقول لي مش مشكله هاخده بعد الاكل. طب خد عندك ديفنس وبرمننت، مش مشكله. المشكله فعلا بيعمل ديفنس. عشان كده انا بقى اتفق ما حدش يرجع يبقى فاكرين الجسد الا مضطرا. في ممكن شويه اول ما تحل عين الدنيا تبقى هاديه شويه. لو سمحت امرجنسي في السيفير ريفراكتوري اديما، ما حدش يرجع ولا مضطر. ما حدش يرجع الى الايثاكرينيك اسيد الا المضطر. الا المضطر في نعم لو فين؟ لو لان ديفنس بيرمننت. التاني ممكن بيتملي الديفنس اقل، دي مور ديفنس. يعني مع اول كام جرعه ممكن تلاقي عامل بدا يقول لك لا انا ودني بدات تتقل. خلاص؟ فهو متشرد قوي على الودن اكتر. خلاص؟ طيب الانتاكرينون والتنيليك اسيد، تحيه للناس اللي للطلبه اللي عارفينهم، انا واحيهم شخصيا.
لكن اللي انا مش متقبله ان انت ما تبقاش عارف ان اخوات الفروز ميت قوي مين بيومي تنايل تورس ميت خلاص والايثاكرينيك اسيد من نفس المعنى بس مش اخوه صح ولا لا ده اللي يهمني قوي 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 الموضوع سهل الموضوع يتحط خالص في مشكله بدرجتك حتى هذه اللحظه سهله قوي اسمح لي انا هسال السؤال وترد عليا اهو لوب ام فاير فاير مين اللي بيعمل هايبوكالسيميا يا قلبي اخلصوا مين اللي بيعمل ايه هايبوكالسيميا لو مين اللي بيعمل هايبوكاليميا الاثنين مين اللي بيعمل هايبرجلايسيميا الاثنين صح كده مين اللي هيزود الرينال بلاد فلو اللي هيقلل النبرت فلو مين اللي ممكن استعمله في الديابيتس انسيبيدس السايزايد مين اللي يعالج الايديوباسيك هايبر كالسيوريا سايزايد صح لا مين اللي يعالج الاكوت بالمونر ايديما اللوب صح لا امرجنسي معلش معايا خلاص طيب يبقى انت واضح ان انتوا اجمعتوا ان كانت مشكلته الرئيسيه كانت مين في الهايبوكاليميا تعالوا انا وانتوا نحلها بعد اذن حضراتكم مع البوتاسيوم سبرينج ايه دايوريتك او الكونزرفنج دايوريتك كان حضره الناظر البيه اللي قاعد ورا اللي قاعد في اخر النفرون عمال يسل علينا كل ما نعمل اي محاوله للدايوريتك يقولوا انتوا رايحين فين احنا يا جماعه احنا صوديوم نازلين عشان نريح العيان يقول لهم لا تعالوا ويقوم نازل مكانهم مين بوتاسيوم و هيدروجين كم من العيان اللي زعلان مننا جدا ومتاثر خالص وزعلان عيان الليفر عيان الليفر شايف الهيدروجين بينزل بيعيط صح ولا لا يبقى واضح ان انا داخل للمجموعه دي مني علشان عيان الليفر طب اقول لك على مفاجاه عيان الليفر ده اصلا مشكلته ان الالدوسترون مبلطج عليه خلقه ليه الالدوسترون لان الالدوسترون اصلا عنده فيه مشكله كبيره قوي الالدوسترون عنده ما بيتكسرش هو الالدوسترون بيتكسر فين في النورمال في الليفر فلو الليفر ما تكسرش لو الليفر عيان عنده الالدوسترون ايه زياده معايا طيب حد يقول لي البوتاسيوم سبيرنج بسرعه هيشتغل فين يا اولاد هيمنع الصوديوم ديستال اكستشنج فين في الليت بارت اوف ديستال كونفريت تبيول هيحصل ايه ان الصوديوم يتحوش ويقوم نازل مع الميه مظبوط هم لو سمحت هم ويك ايه دايوريتك بس مين هيقعد في الدم البوتاسيوم عندك هايبر ايه كاليميا لو انت عندك هايبر كاليميا هل انت محتاج تضيف بوتاسيوم للعيان خلي بالك وقلنا المعلومه دي كتير اتكررت في كتابك لما الكليه تتعب ما بتعرفش تطلع بوتاسيوم لما الكليه بتاعتك ما بتعرفش تطلع ايه بوتاسيوم يبقى لو سمحت افويد الرينال ايه انسفيشنسي وتجنبه كمان في الادويه اللي هو ايه بالظبط بس هنا بالذات اتجني اول ما تتعب اول حاجه ما تعرفش تطلع بوتاسيوم خلاص ما انت ما تستعملوش مع مين مع الاس انهيبيتور والانجيوتنسين ريسبتور بلوكر دول بيعملوا في البوتاسيوم هايبركاليميا ليه بيعملوا هايبركاليميا دول مش دول بيعطلوا الراس سيستم اللي بيصنع الالدوسترون يعني دول بيعطلوا مين الالدوسترون ولاد انت لازم تكون مستقر في ذهنك الالدوسترون وظيفته الرئيسيه بيعمل هايبوكاليميا بيعمل هايبو ايه الالدوسترون وظيفته ايه سولت ووتر تنشن وينزل بوتاسيوم يبقى بيعملوا ايه يبقى الالدوسترون وظيفته الرئيسيه في الطب بيعمل هايبوكاليميا صح ولا لا يبقى لما تعطله يحصل هايبر ايه كاليميا مظبوط ولا لا البيتا بلوكر كانت بتعمل ايه يا اولاد في البوتاسيوم البيتا ريسبتور بتدخل بوتاسيوم الخلايا فبتعمل هايبوكاليميا يبقى البيتا بلوكر هايبركاليميا صح ولا لا بالراحه كده معايا النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بتضرب مين تضرب مين البروستاجلاندين
وانا عارف ان البروستاجلاندين كانت مهمه تصنيع مين؟ الانجيوتنسين اللي بيصنع مين؟ الالدوستيرون. وصلت ولا لا؟ يا بالراحه لو سمحتوا هنا الحته دي. يبقى الادويه بتاعتنا الوقت بوتاسيوم سبيرنج، هترفع البوتاسيوم، هتكتب عينك اقراص بوتاسيوم، هتقول اشرب العصير كتير؟ لا. رقم اتنين بلاش في الكدني التعبانه قوي. رقم تلاته بلاش مع مين؟ مع الايس والاربس. ليه؟ ارفع البوتاسيوم. بلاش مع البيتا بلوكر، مع النون استرويدال. وصلت؟ طيب النون استرويدال بتمنع مين يا صديقي؟ البروستاجلاندين. البروستاجلاندين كانت بالذات تصنع مين؟ الانجيوتنسين. يبقى كانك خلاص تصنع مين؟ الانجيوتنسين. يبقى كانك زي الاربس. مظبوط؟ لان البيتا ريسبتور بيتا 2 كانت بتعمل ايه؟ بتدخل بتسم العضلات، بتعمل هايبوكاليميا. يبقى البيتا بلوكر. مظبوط؟ بتضرب البروستاجلاندين اللي كان بتصنع انجيوتنس، بالذات تصنع انجيوتنس. تمام؟ طيب كلاسيفيكيشن، عندك حل من اثنين، يا اما تبقى راجل حافظ الالدوستيرون في دماغك وتروح تتخانق معاه خناقه كبيره يبقى الالدوستيرون انتاجونست، يبقى الكلام ده هيكون ليه فايده بوجود الالدوستيرون في العقل كده، خاصة في حاجة اسمها الهايبر الدوسترونازم. يا إما تكون بيت معاه، أنت مكتوب عندك سبيرونولاكتون صح؟ واكتب جنبيه الله يبارك فيك مين؟ إبليرينون. اكتب جنبيه مين؟ إبليرينون. أو إن أنت ممكن بقى بس بينه وبينك الاثنين اللي جايين دول هم دول مش دايروتك بينه وبينك. دول مش دايروتك. بس هم ممكن يعني يساعدوا في الأكشن دي. إن في أدوية بتمنع تصنيع الألدوسترون. مين اللي بيمنع تصنيع الالدوسترون في الطب؟ يتمنع الانزيم اللي بيصنع السكس هرمون او الاسترويد بشكل عام، اللي هو الانزيم اللي اسمه الهيدروكسيليز انزيم، في ده اسمه ميتايرابون. هناخد الترم الثاني نعيش كل عمر ان شاء الله، ان شاء الله في شهر 4. بقول لك مين الدواء اللي بيمنع تصنيع الالدوسترون والكورتيزون؟ تقول لي ميتايرابون. يبقى بينا لو افتكرت حاجه زي كده اصلا. رقم اثنين الاس انهبيتور والاربس. مش هيمنع تصنيع الالدوسترون؟ اس انهبيتور واربس. يبقى لو سمحت كل ده تحت عنوان انا بتخانق مع مين؟ الالدوسترون. او في ناس تقول لي بقول لك ايه؟ انا لا اعترف بالالدوسترون ولا يفرق معايا، انا هدخل بنفسي اعمل ايه؟ اقفل عمليه التبادل بنفسي. اقفل عمليه مين؟ التبادل بنفسي. هقفل الاكس تشينج ما بين مين ومين؟ الصوديوم والبوتاسيوم. مظبوط؟ حلو الكلام. ده اسمه الترايمترين واميلوريد. اسمه ايه؟ واميلوريد. يبقى حد يقول لي اربعه بوتاسيوم سبرينج دايوريتك يهموني قوي. مين اللي هيتخانق مع الالدوسترون؟ سبيرنكتون. واخو اسمه؟ ابليرينون. مين اللي هيقفل التبادل المباشر؟ ترايمترين واميلوريد. خلاص؟ السؤال دايما المعتاد في النظر في امتحانات اخر السنه في الحته دي. عرفا ما يجيش لا ثايلايد ولا لوب. او يجي مقارنه ثايلايد مع سبيرونكتون او لوب مع سبيرونكتون. طب دكتور في الاكشن الاكثر يوزز وسايد افكت. هو بيقول لي الابسنس اوف الالدوستيرون. ما هو اصلا مش موجود، مش هيبقى عندي مشكله. اللي هو ايه؟ الالدوستيرون. ساعات بقى احيانا مع في حالات حاجه اسمها الادرينالوكتيمي. ايوه، ما انا لو مش عندي مش هيبقى عندي مشكله، فمش هضطر اصلا اخد الدواء. بمعنى؟ انا عندي الالدوستيرون هو اللي طيب الدوسترون سبيرونكتون اكتب عليه هام. هام دواء بيتاخد اورال. اسمع اسمع اسمع، بيتحول لحاجه اسمها، هو اكتف بيتحول في الليفر لحاجه اسمها كان رينون. حاجه اسمها ايه؟ كان رينون. اسمع اسمع، ما حدش يفتي ويقول ان هو بروتراج، لان هو شخصيا اكتف. هو ايه؟ يتحول لاكتف زيه من تين اكتيفيتي. خلاص الاثنين هيعملوا ايه يا اولاد مع بعض؟ هيروحوا يتخانقوا مع صديقهم مين؟ الالدوسترون على الريسبتور بتاعه، فيمنعه مين؟ الصوديوم بوتاسيوم اكستشينج وصوديوم هيدروجين. فالصوديوم يحصل ايه؟ ينزل ويسحب وراه ميه. ومين يقعد في اليورين؟ ها؟ بوتاسيوم وهيدروجين. هو فرحه مين باللي انت عملته؟ مرض الايه؟ الليفر. مش زعلان منك صح ولا لا؟ بقى عند حضرتك هايبركاليميا واسيدوزز. موافقني؟
ده كلام كويس. السبرماكتون بيطرد الكالسيوم في اليورين. بيطرد الكالسيوم فين؟ يبقى شبه الفضاد ولا اللوب؟ اللوب. ها؟ اللوب. برافو عليك. استعمالاتك من غير ما تفكر، من غير ما تفكر في الدنيا، في الدنيا هتقولهم لي، في الدنيا هتقولهم لي دي ما هي برتنشن. بس لحظه لحظه، لا تنسى للحظه ان انتوا في اول حصه طلعتوا المجموعه دي ليه؟ مش عشان تساعدوا الثايرويد واللوب. يبقى ده اول حاجه. يبقى تالت حاجه تقول لي عشان اساعد مين؟ الثايرويد واللوب. رقم اربعه يا اولاد، هو مسموم الدستور انتاجونيست صح؟ يبقى في الناس اللي عندهم حاجه اسمها هايبر الدستورنيزم، يبقى انا كده عمري ما هنساهم. اول استعمال في الهايبر الدستورنيزم. اصل الناس اللي فاهمه في الطب عارفه ان الالدوسترون لو زاد يعمل ايديما هايبر ايه؟ تنشن صح ولا لا؟ هو مين الناس اللي عندها هايبر الدستورنيزم؟ لو انت ليك في الاندوكراين في الفسيولوجي يقول لك يا برايمري يا سكندري. برايمري يبقى المشكله فين؟ في الغدة، في الغده صح؟ حاجه اسمها الكونز تيومر سندروم لو تفتكروا. عنده تيومر في الادرينال الايه؟ مضله. او احيانا سكندري نتيجه ان البلاد فوليوم يقل لاي سبب من الاسباب، يبقى عندك زي كونجستيف هارت فيلير، نيفروتيك سندروم، وليفر ايه؟ سيروزس. واحنا عايزين نوصل لك رساله ان اهم حاجه ليفر سيروزس. ليفر سيروزس، لان انا عندي هنا في مشكله اقوى، ان الالسر ما بيتكسرش. تمام؟ لو سمحت لو سمحت، ليفر ايه؟ سيروزس بيعمل اسايتس. هم عايزين يوصلوا لك رساله ان احسن دواء انت في مصر وهيقابلك حالات كتيره جدا محتاجه دايوريتك وعندها مشاكل في الليفر، يبقى مين احسن دواء؟ سبيرونولاكتون. خلاص؟ في حالات الريفراكتور ايديما. يعني ايه ريفراكتور ايديما؟ اللي هي جربنا معاها ما بتستجبش، اللي هم كانوا اسبابهم الهارت فيلير والنفروتك والليفر، وهم بيحطوا لك برضه خط تحت الليفر ان هو متميز في حته الايه؟ الليفر، عشان عنده سبب مقنع اللي هو مين؟ زياده الالدوستيرون غير الهيدروجين طبعا. برافو عليك. تمام؟ في الهايبر تنشن السبايرولاكتون تحس ان هو جاي يقلد الفروزمايد، متخصص بس كايه؟ دايوريتك. مش ديدي. حد فاكر ديدي؟ اللي هو الثايرويد مظبوط؟ حلو الكلام. يبقى انا قلت ثلاث استعمالات، حد يعرف يقول معايا كعناوين بس؟ هايبر الدستورنيزم اللي هو بيعمل ايديما هايبر تنشن، اللي هم الاستعمالات الثانيه والثالث اللي هو ايديما و هايبر تنشن ان كومباينيشن مع ثايرويد ولوب. ليه؟ اقنعني ليه؟ علشان تسينرجايز الدايوريتك افكت وتكوركت مين؟ الهايبوكاليميا. على فكره في اقراص موجوده في السوق كده، تلاقي القرص موجود في ايه؟ سبيرونولاكتون مع ثايرويد اسمه الداكتازايد مع الفروزمايد اسمه لازيلاكتون. الحاجات دي اسماء كومباينيشن مش مطلوبه منك، انت مالك انت اسماء تجاريه وكلام من ده. تمام؟ او ممكن تستعمله كبديل للثايازايد واللوب. انت لو عندك كونترا انديكيشن محترم اليرجي، لو عندك حضرتك مثلا هايبوكاليميا، هايبر جلايسيميا، هايبر ليبيديميا، هايبر غليسيميا، الثلاثه هايبر بتوعك او هايبر ايه؟ سنسيتيفيتي. ايوه قول. لا لا مش فارقه. كسيروتس السيروتس بيعمل في كل حته اسايتس. خلاص؟ طيب يبقى بالراحه كده بقى، بالراحه كده. سبيرونولاكتون عشت معايا فيه شويه. ايه ده اللي بيعالج يا اولاد؟ بيعالج ايه سبيرونولاكتون؟ هايبر الدستورنيزم، اديما، هايبر تنشن، كومباينيشن، سبستيوت. ايه مشاكله؟ ما احناش ما جبناش حاجه. كنا هناك بنقول هايبوكاليميا، هنا بنقول ايه؟ والثلاث سطور اللي انت قايلهم في اول صفحه عندكم اللي هو ما تحطوش مين؟ بوتاسيوم كلورايد، ما يستعملش في رينال انسفشنسي، وما يستعملش مع مين؟ مع الايس ولا الاربس ولا البيتا بلوكر ولا السترويدر. ويك غلبان لا يقارن ب 10 او 25% الكلام ده كله. لو افيكس لو اونس يومين لثلاثه. ليه؟ هو حد اصلا مع مش عارف مش عارفين اصلا الارض السيروم مش هاخد كورتيزون؟ استرويد النيتشر، استرويد ايه؟ حد فاكر الريسبتورز زمان واحنا صغيرين شغال على انهي نوع من انواع الريسبتورز؟ نيوكلي ريسبتور. حليه لما يشتغل اللي هو بيروح للنيوكليوس تصنع بروتين
يصنع صوديوم تشانل جديدة يحدث عبرها التبادل. معايا ولا مش معايا ولاد؟ خلاص؟ طيب أنا راجل هروح أتخانق مع واحد قلبه معاه زي ده، واحد بطيء زي ده. أنا هبقى بطيء زيه، بس الأهم من كده إحنا جينا جنب الصوديوم تشانل اللي شغالة النهاردة. جينا جنبها؟ لا. ولا أنا أروح أتخانق معاه عشان ما يصنعش تشانل جديدة؟ فاهمين دي ولا لأ؟ يعني أنا دلوقتي هروح أكمبيت مع مين؟ مع الأرض السيروم عشان ما يصنعش ايه؟ الشغلة الجديدة. طب اللي موجودة اصلا جينا جنبها فتفضل شغالة ايه؟ لمدة يومين ثلاثة. فاهم دي ولا لا؟ يبقى لو سمحت عنده ايه؟ ديليد ايه؟ كونسبت. تمام؟ احنا عرفنا ان الديجوكسين الدواء العظيم اللي هناخده في الكارديو فاسكر دماغه صغيرة بيتخانق مع البوتاسيوم صح؟ فبدليل ان الادوية اللي فاتت كانت بتزود التوكسيستي صح؟ ده بالعكس ده بيزود مين؟ البوتاسيوم فيعكسه صح لا؟ يعكسه اصلا ما يخليهوش يشتغل كويس لان الديجوكسين بيكمبيت مع مين اصلا؟ بيتخانق مع مين في جسمك؟ مع البوتاسيوم. وانتوا عاملين تعملوا في البوتاسيوم؟ تزودوه مظبوط؟ حلو الكلام كلام جميل. هنعرف ان شاء الله الكربوكسيلون عارفين مين الكربوكسيلون؟ العرق سوس. الكربوكسيلون ده اللي هو العرق سوس. العرق السوس ده ولاد اللي هو بالظبط 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 وكانه ألتسترون. حتى عامه الناس عارفه المعلومه دي اصلا. يقول لك العرق السوس بيعلي الضغط والعرق السوس حلو للمعده. العرق السوس ألتسترون لايك. ألتسترون ايه؟ لايك كاستراكشر وكل حاجه. فصاحبنا ده اسبرولاكتون. مشكله الاسبرولاكتون ده ولاد عارف يكون عندك واحد كده في توه غشيم هو حد قال له عايزك تعطل مين؟ الدستيرون صح؟ فهو بقى طايح اي حاجه الدستيرون شبيه الالدستيرون سكس هرمون شبه الالدستيرون كله هيروح في الرجلين. عجيب جدا الدواء ده. فمن ضمن ضحايا مين؟ السبايرولاكتون بتاع المعده. يقول لك بيقلل الافكت بتاعه على المعده. خلاص؟ وتبقى عليها ام سي كيو فزي ما بتيجي في الفاينل اكتر عشان بيكون تدرس الدواء ده بالتفصيل. يبقى انا قلت ايه لحد دلوقتي؟ قلت ان الدواء ده مش عاجب كليه عمل هايبر كاليميا كان سلو اونسيت وكان ويك افكت. رقم ثلاثة بيعكس مين ومين؟ ديجوكسين وكاربينوكسيلون. انا قلت كلمه في النص محدش اخد باله منها. الدواء ده استرويد النيتشر. استرويد ان ايه؟ النيتشر. فكلمه استرويد اتعلم لما تسمعها مني لها مشكلتين تحدث الناس وتنزل تحت ممكن تتخانق مع الهرمونز. عدى سن الناس يا ريتو معاد عمل كونفيوجن ودراوزنس وهيدك دوخه وصداع وحاجات من دي. لكن المشكله ان البيه اتخانق مع الاندروجين في الرجاله. يعني ايه اتخانق مع الاندروجين؟ رد عليا. ممكن يعمل جاينيكوماستيا. علم عليها قوي قوي قوي. مين الدايركت اللي بيعمل جاينيكوماستيا؟ مين؟ سبايرونو لاكتون. اسمه ايه؟ سبايرونو لاكتون. سبايرونو ايه؟ لاكتون. ممكن يعمل امبوتنس في الفيميل يلخبط بقى مع البروجستيرون يوم يعمل لها من السيرور ديستربنس. ممكن يعمل هيرشيوتيزم. هيرشيوتيزم يعني ايه؟ شعر يبدا يطلع لها ايه شعر كده ايه ودقن وحاجات حلوه كده. خلاص طيب البوتاسيوم لو يزيد كده ما اعرفش تعقبها. خلاص او كده اول 13 بوتاسيوم. جي اي تي والرجي شغل الشحات اللي بتعمله في اللجنه. بتعرف اللجنه بتبقى فاضي بتعمل ايه؟ جي اي تي و الرجي. سبرولاكتون مش مرتاح له فيه. ليه؟ مع انه اسهل واحد. سبرولاكتون انا ربط خلاص فيه انا خلاص ادارتك. سبرولاكتون ايه مشاكله؟ ايه مشاكله؟ هايبر ولا هايبو؟ هايبر كلمه. سبرولاكتون سريع ولا بطيء؟ بطيء. هاي افكاسي ولا لو افكاسي؟ لو افكاسي. اتخانق مع مين الله يسامحه؟ مع الديجوكسين ومع الاسبيرونولاكتون. عدى السن نت صورته معدى. عمل دراوزنس وهيدك وكلام من ده. نزل عند سكس هرمون عمل مشاكل مالهاش لازمه. اشهرهم وهتيجي في امتحاناتك يا مين؟ جاي نيكو ماستيا وامبوتنس وهرشتزم وكلام من ده. وفي جاي تي ديستربنس والالرجي. في الاخر في الاخر بس افتكر ان هو بيوقع الكالسيوم زي اخو اللي قبل كده اللي هو مين؟ اللوب. خلاص؟ لو انتوا ناس مستعجله قوي 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 وما عندكمش تستنوا الساعتين اليومين ثلاثه بتوع السبرولاكتون
عالجوا على مين؟ ترايامترين وأمينوريد. دول مين دول بقى ولاد؟ هيبقى شرع التبادل. يبقى أنت داخل متوقع متوقع. بالمناسبة ارجع لي معلش الاسبارونكتون واكتب بقلب حلو كده ابل رينون أحسن منه ليه؟ يقال إن هو لس جاي لكم مصري لس جاي لكم إيه؟ الابل رينون ارجع ابل رينون لس جاي لكم مصري لس إيه؟ جاي لكم مصري لس جاي لكم مصري تعمين لا مش هسمع كده ليه مين دي؟ تعالى شو كمية أسئلة لا تخيلها في الـ MCQ بيعمل لس جاي لكم مصري اللي هي بيقول لك انه احسن يعني مش هنخسر حاجه بس على اسئله كتير جدا تمام طب دكتور اتاكد عشان لو هي كده بس يا حبيبي بس يا بابا بس بس ده ترايمترين وأمينوريد اللي انت بتحبهم اصلا ماشي انت مش بتحبهم يعني انت مش بتحبهم والنبل هشرب لكم الباقي بس بس اقول دول بعد كده هشرب اللي جاي كله هشرب حاجات كتير قوي ترايمترين وأمينوريد لو سمحت دول بوتاسيوم ريتيننج دايوريتك هيشتغلوا مباشره على مين؟ على مين؟ على الصوديوم بوتاسيوم اكستشينج خلاص؟ والدايوريتك بس الفكره بقى في حاجه ان هم بيمنعوا طلوع الكالسيوم عاملين زي مين بقى في الاول خالص؟ حتى عملنا الحركه دي اللي زعلت بعض الناس فاكر؟ يا عم ايه بس الله يسترك اللي هي علاقه الدايوريتك بالكالسيوم حرام بس يا ابني بس يا ابني اهي طب كده برضه؟ حرام ليه؟ بيفتي لا دي يا ابني بس يا ابني بس يا ابني الله يسترك المهم عندك الثيازيد بيزود الكالسيوم اللوب بيقلل السبيرولاكتون بيقلل والترايمترين أمينوريد بيرفعوا الكالسيوم خلاص؟ لا السؤال اللي حابب نعرف منين ده لوب وده ثيازيد عشان ده بترتيب بترتيب النبهه دي طب لو كنت خلاص طب نعملها كده مثلا نعملها كده طيب مايل يوريكوزوريك لاصحاب الذاكره القويه فقط لاصحاب الذاكره القويه فقط حد عليهم دواء تاني مايل يوريكوزوريك ايثاكرينيك اسيد ايثاكرينيك اسيد السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت ايثاكرينيك اسيد الدواء ده لما انت هتحطه على اللوب والثيازيد هيعمل ايه؟ ما هو نفس الكلام سينرجيز وكريت الهايبوكالميا وكريت مين؟ الهايبر يوريسيميا كادفيرس افكت بيعمل ايه؟ هايبر كاليميا وجي اي تي والرجي ممنوع في رينال ايه؟ انسفشنسي لو اتاخد مع مين يعمل هايبر كاليميا؟ مع الايس والاربس والبيتا بلوكر والنون استرويدات واشطب دي عشان ما تقلتش في المحاضره خلاص اهو ان انا لو اتاخد مع الاندوميس نعمل رينال فيلير وشه اللي بعدها كله اللي هو كومباينيشن بس على فكره اصل فعلا لما تيجوا تحلوا في الكيسز هتلاقي الترايمترين والاميلوريد موجودين ركز معايا ترايمترين و اميلوريد ممكن اعمل لهم بتاعه ثانيه اعملها ثاني لا عشان لا يعني قولها ثاني الفيضايد بيرفع الكالسيوم اللوب بيقلل السبارولاكتون بيقلل الترايمترين والأمينوريد بيرفعوا الكالسيوم خلاص خلاص انا خلصت دايرتك اصلا لان ما عادش عندي الا مين لو قلبت الصفحه عندك الاوزموتك دايرتك وشه الصفحه الاخيره في الملزمه اللي معاكم هو اكتب عليها ريدنج عشان عشان بس ما انا لا موبايل كون اكتب عليها ريدنج هو تشوفش انا حاجه ليه يعني الغي نقلا عنها طب واللي بعدها الاي دي اتش والحاجات دي والجو ده نفس الصفحه وتبقى مش فارقه معانا مش فارقه مش فارقه هي فعلا تجمع ملهاش لازمه قوي طيب انا عايز اوصل لمين يعني احنا لغينا ايه ماشي ولاد 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 خلاص انت خلصت دايرتك يلا اوزموتك دايرتك حد فاكر انا عايز اتكلم عن مين مانيتول اوزموتك دايوريتك دي مواد بتبقى لو مولكيولار ويت
بيحصلها فلتريشن، ما بيحصلش ري ابزوربشن. بفكرتها كده ان هي ايه؟ ضربت المظله تقريبا، انت حاطط ماده هاي الاوزموتك باور فين؟ في النفرون. فالاماكن اللي كان بيحصل فيها باسيف ري ابزوربشن للووتر اتضربت. صح ولا لا؟ لانك انت دلوقتي انت عندك مركز الايه؟ اليورين بتاع حضرتك منزل فيه ماده هاي الاوزموتك باور. دي مواد انف خامله. صدقني انا عايز اوصل للمانيتول واقول لك ان المانيتول ده ما كانش بيحصل له ري ابزوربشن زيرو رينال ثريشولد. ده فتوه. ده بيقلل الانترا اوكلر بريشر. تقول لي اه سمعنا عنه في الجلوكوما. بيقلل الانترا كرينال بريشر وفي الاكيوت رينال فيلير. وعشان خاطر انا بس اكتب لي بس في الايرلي اكيوت رينال فيلير وهوضحها لك ليه. حد فيكم شاطر ومثقف ثقافه طبيه خطيره يقول لي مين استعملته النهارده في الاكيوت رينال فيلير؟ الفروز الماي بجرعه كبيره. صح؟ ممتاز ممتاز. صح؟ ممتاز جدا كمان. لكن المانيتول هيجي في الامتحان في اللقطه اللي جايه دي بقى اللي هي ايه؟ هو المانيتول فكرته يا اولاد فكرته ان هو شفاطه بيدخل حضرتك ادي ال ال البلط وادي الانترستيشن وادي الخلايا. النصيب الاسد موجود في الفلود فين؟ في جسمك؟ في الخلايا. صح؟ فهو بيعمل ايه؟ اوزموتك باور. عمال يسحب من الخلايا للانترستيشن ثم الايه؟ البلط. للحظه الانترستيشن هيكبر والانترافاسكولار هيكبر لغايه لما نوصل للكدني ثم يحصل الفلتريشن واليورين يزيد. مظبوط ولا لا؟ خلي بالك البلط فوليوم زاد ترانزيانت والانترستيشن زاد ترانزيانت. صح ولا لا؟ انت عشان قلبك كويس تعامل مع الموقف بروفيشنال. صح ولا لا؟ لكن لو انت كان قلبك تعبان عندك بالمونري إديمة هتستحمل الموقف ده؟ انت ممكن تموت فيها اصلا. صح ولا لا؟ لانك انت هو البالمونري إديمة على هارت فيلير هتستحمل الموقف ده ولا لا؟ مش هينفع. رقم اثنين يبقى اذا اكتب لي خط كبير ومكعبر في الصفحه دي كلها كونترا انديكيتد ان اكيوت بالمونري إديمة. هو ده اللي بيجي اصلا. يقول لك all the following are used in acute pulmonary edema except. انت عندك اثنين لحد دلوقتي اخدت واحد لحد دلوقتي على مستوانا فروز مايد يعالجها. صح؟ لكن مين ممنوع؟ مانيتول. وانت فاهم ليه؟ صح ولا لا؟ طب انا قلت ليه اتنكت عليك شويه قلت لك في الايرلي اكيوت رينال فيلير عشان انت لما تكبر وتشتغل في الكلينيكال يا رب تفتكر الكلمه دي. ده في كتب تقول لك ممنوع في الاكيوت رينال فيلير. ليه يا ولاد؟ هو اكيوت رينال فيلير في جي اف ار الكليه هتستقبل البلوه اللي انت عملتها. مش هو كل فكرته ان هو قاعد يسحب 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 ونازل عشان يوصل الكدني؟ صح؟ لا بعد ما سحب الكدني تقول له السلام عليكم احنا فين النهارده؟ في رينال فيلير. يقول له طب واللي انا عملته؟ لا اشربه انت بقى اكيوت بالمونري إديمة. يعني ممكن هو اللي يعمل اكيوت بالمونري ايه؟ فهم دي ولا لا؟ لكن في الايرلي طول ما النفرون شغال ولسه شويه فهم دي ولا لا؟ يبقى انا كان عندي حاجه اكتب لك ايه؟ ايرلي معايا؟ تمام. ده طبعا ده نوت ابزوربنت اورالي. لو هتاخد اورالي ممكن يعمل لك ايه؟ دايريا وكلام من ده. ده اللي كان يهمني جدا جدا. باقي الحاجات الاوزموتيك عندك اليوريا اللي تستعمل كثيرا، الجلوكوز شرحه، الجليسرين. الجليسرين كنا اخدناه برضه في الجلوكوما. الميثايل زانسين كبيوريتك انا يفرق معايا بس ان الامينوفيلين يستعمل في الاكيوت بالمونري إديمة. اقلب عليها بس. اصل انا بجمع مين اللي بيستعمل في الاكيوت بالمونري إديمة او عبال عند حضراتكم. يبقى انا عندي لو بيستعمل في الاكيوت بالمونري إديمة ومين ممنوع؟ ومين بيستعمل؟ فلوزيمايد وان امينوفيلين. انتهت الدايوريتك. 9:04. ممتاز. ممتاز جدا. 9:04. احنا كنا متفقين على 9:17. يبقى ده انا كنت حاسبها بالريست. استنى بس استنى عشان نلملمها. نلمها مع بعض. نعم. عايزين ناخد الكف من مره؟ بس في السريع. يبقى قلنا ايه؟ بلاش خد ريست هنا والنبي.
نعم ايه؟ اصلا انا عندي كلية مش عايز اتاخر. الكف لو هنكرويتها طبعا الكف اتس كف يعني يبقى الكف على حسب احنا نبدا امتى. دلوقتي 9 و4 دقايق هتيجوا امتى؟ لا 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 10 و4 دقايق و 12 يبقى انا اخلص 9:33 يلا انطلقوا. انا وقتكم بدأ الناس بتاعتكم بدأت. هي اخر صفحة كلها ملغية؟ لا تعال ورق. ورق ايه؟ ده بس انجاز. الدولة دي فيها مشكلة يا جماعة؟ الدولة دي فيها مشكلة عند حد؟ سهلة؟ ده يا رجل الحمد لله. الحمد لله. مظبوط بقى وحاجة كده ده. امبارح كانت تصدق الواد اللي حاسب يعني امبارح كانت خرافية. لا لا لسه خلص 11 ل 3 دقايق. بالظبط 11 ل 3 دقايق. حاجة كده أنا ما صدقتش أصلا يعني. مش عارف. يعني شفت أنا خليت أحكي عليكم ده بس شفت. أيوه خلاص أنت ضايع. أنا قلت بقى. هو أنت حضرت كف؟ ايوه الله اكبر ممتاز ممتاز. طب بقيت الحاجات مش هقول لك بس انا مش هقول ده حوار ده انا مش هقول. لا والله انا اكتوبر بروح عايزه تشوف تعمل كده ما احنا بنروح امبارح عشان خلاص كده.